السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هنا مارس إليكم الخط. راكم داو من الصويرة مع السي أحمد. السي أحمد تقطع الخط مع السي أحمد أيوب من جديدة. خويا عادل أهلا وسهلا، التحية للطاقم التقني ديال راديو مارس، مبروك عواشركم جميعا. الله يبارك فيك خويا. خويا عادل زوج نقيطات على فريق الدفاع حتى الجديد. مرحبا. النقطة الأولى كنقول سي عبد الحق بن شيخة كنت عزيز علينا وباقي حاليا عزيز علينا، ولكن كتخرج بهذاك التصريح نهار الاول نهار اللي جيت سي عبد الحق بن شيخة شقلتي جمهور مدينة الجديدة، قلتي هذا العام غادي نديرو التكوين حيت حنا عينا بالتكوين ماشي مشكل، حيت صبرنا قال هذا العام ندير التكوين العام الجاي نلعبو على الألقاب. ولكن كيخرج سي عبد الحق بن شيخة وكيقول للجمهور اسمحوا لي انا ما نسامحكش، انا ما مسامحش حيت التصريح ديالك نهار اللي قلتي في الندوه الصحفيه قلتي بلي هذا العام غادي 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 نديروا بروجي والعام الجاي نلعبوا على شي حاجه، خاصك تبقى فيها سي عبد الحق بن شيخه. والنقطه الثانيه كنتمنى سي عبد الحق بن شيخه خويا عادل يرجع لينا ديوسفي ويطلع لينا باشكو من ليسبار، هادي باشكو كنتسناو فيه 5 سنين دابا، هاد الدري باشكو هو الكابيتان ديال الاسبار كنتسناو فيه باشكو يطلع شي باشكو ما شفناه. تاد باشكو بالك حتى جاب الشيخ عاد بالك باشكو. لا قبل بن شيخه انا قلتها سي عادل، قبل بن شيخه انا كنهضر على باشكو سي عادل، هذا هو اللي كاين اخويا عادل. شكرا. انت شوف نقول لخويا دعم خويا عادل اولا هاد الهضره اللي قال بن شيخه ديال انا هذا العام نلعب على التكوين والعام الجاي نقدر نلعب على الالقاب، فهاد الهضره ماشي ديالو، هادشي شنو دار مع المكتب ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي، فجلس معاه وعرفوا بانه هذا العام ما يمكنش لهم يلعبوا على الالقاب لان كاين الذهاب ديال العديد من اللاعبين، المجيء ديال اللاعبين جداد، كاينه واحد المرحله انتقاليه. هذاك الشيء علاش بن شيخه قال لك هذا العام حنا نديروا التكوين، خا التكوين الجديدة ماشي فريق ديال التكوين، فريق اللي وصل لواحد المرحلة خصو يلعب على الألقاب، مي عرفوا بأنه هذا العام ما يمكنش يلعبوا على الألقاب لأنه مشاو واحد العشرة ديال اللاعبين اللي كانوا هازين الفرقة وجاو لاعبين وانتدابات جداد وداك الشيء، فمرحلة انتقالية. أنت قلتي بأنه ما غتسامحوش، بالعكس السي بن شيخة واحد السيد صريح دغري كيف كنقولوا، ملي حس بأنه ما دارتش معاه قال لك أسيدي أنا سمحوا لي راه ما نجحتش في هذه المهمة اللي جيت فيها لأنه الآن الفرقة لعبة على الطيوح، القضية مزيرة وداك الشيء، كاينين شي وحدين أخرين اللي بقى معاك والصالير دايز وبخير عليه ما كاينش مشكل، مي هو صريح وخرج وقال بأنه سمحوا لي أنا راه القضية صعيبة وهذا الشيء اللي عطى الله والسوق هو هذا. أنت قلتي أنا ما نسمحش ليه، ما كنضرش على أنك ما غتسمحش ليه، لأن هو ما دار والو، دار خدمته ما دارتش الكرة نورمالمون، فاش ما كدورش الكره راك عارف الاول اللي كيمشي هو المدرب، الناس ديال جديده تجمعوا تفاهموا داكشي ودعموه مورالمون داكشي، نتمنوا ان الكره تدور باش ان شاء الله ترجع جديده للبلايصه ديالها. بالنسبه لباشكو داكشي فانا هادشي كيبقى ديال المدرب، هو اللي غيعرف واش هاد باشكو مزيان واش ما مزيانش واش يطلع واش ما يطلعش، هادي كتبقى اختيارات ديال كل مدرب اختيارات ديالو. انت بان لك باشكو مزيان ولا 5 سنين انت كتسنى فيه، وفي هاد 5 سنين راه داز واحد 3 ولا 4 المدربين حتى واحد ما طلع باشكو، الوغ واش ديفو في باشكو ديفو في المدربين في الاختيارات، هذيك كتبقى كل واحد والشوفه ديالو. السي ايوب واش فهمتيني؟ شكرا خويا. مرحبا حبيبي. مرحبا. مرحبا. شكرا. عبد العزيز من الحسيمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخويا عادل بخير. كي داير حبيبي؟ بخير. العواشر مبروكة اخويا. علينا وعليك بالصحة والسلامة ان شاء الله. 50 عام كنتصلوا اخويا عادل ما كيشدناش التليفون. جاب الله التيسير اليوم. جاب الله التيسير اخويا. جاب الله يحفظك. الله يحفظك يا حبيبي. بخير اخويا عادل. الحمد لله. الله إلى الحامدين الشاكرين. أيه أنا رجاوي اخويا عادل. مرحبا. أيه والمسيرة اللي غادي فيها الرجاء دابا الحمد لله. مزيانة. نتائج إيجابية لا في البطولة لا في كاس الاتحاد الافريقي. مزيان. نتمنوا اليوم التوفيق ان شاء الله. دابا غيلعبوا مع المولوديه، غيلعبوا في المولوديه، غيلعبوا في الجزائر هو الاول، عاد يستقبلونا. عابش واش انت ودادي ولا رجاوي؟ راه مشيت معنا بغيت نهضر مع رجاوي، التلوير ان شاء الله غنهضروا عليها، محب سميتو للرجاء
ولاني في افريقيا ان شاء الله نتمنوا الحظ للوداد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اييه غنلعبوا ما غاديش نلعبوا في جنوب افريقيا. علاش ما نلعبوش؟ غنلعبوا في جنوب افريقيا. جنوب احنا اللي ما نستقبلوش، احنا اللي ما نستقبلوش في المغرب. ان شاء الله نشوفوا ديك الساعه كيف. انا واحد السيد البارح السي حكيم والرجاوي ديالنا والسي حكيم اللي صديق ديالنا في البارح هضرنا على مصر، قلنا بانه مصر يقدر الرجاء الا كانوا التدخلات من السي فوزي رجع وداك الشيء يقدروا الى الخيار الاول ولا الخيار الانسب لنا هو اللعبوا في مصر. وانا البارح قلت نلعبوا في شي نلعبوا في شي سميتو في شي دوله عربيه احسن. اي راه مصر دوله عربيه ياك. اي زعما مزيان اختيار مزيان. واه غير انا البارح قلت بانهم ما يقدروش يلعبوا في مصر لان الاهلي وبيراميدز حتى هما لاعبين. فالبارح صحح لي واحد الرجاوي عيط عليه السي حكيم الله يجازيه بالخير قال لي عادي شوف راه الماتش فاش غتكون لعب الرجاء الروتور بيراميدز والاهلي غيكونوا خارجين. عنده الصح برافو عليه لان الرجاء مكلاسي بروميانا وبيراميدز والاهلي مكلاسين دوزيامين. اذا الرجاء فاش غتكون داير الروتور هما يكونوا خارجين. عنده الصح برافو عليه. الوغ لا الا زعما مصر فما غيكون حتى شي ماتش في مصر ويقدروا يلعبوا اليز ما كاينش المشكل الا اللي كانت عندهم البطوله ديالهم وداك الشيء. نتمنوا مدينه عربيه حيت حتى زاد المناخ راك عارف افريقيا دابا كيكون شويه المناخ الرطوبه وكتكون درجه او دي مصر الرطوبه اللي فيها والصاد اللي فيها ما كاينش في شي بلاد في افريقيا تقدر تلعب بالليل في 40 الله يحفظه وصافي غير لي كونديسيون التيرانات زوينين الاقامه تكون مزيانه وداك الشيء. مزيانه ما جيتي تهضر على الصهد والرطوبه وداك الشيء. داك الشيء اللي في مصر والله ما كنتي قاد عليه لا 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 لعبتي. ايوا نتمناو لهم التوفيق ويكون خير ان شاء الله. ان شاء الله نتمناو لهم كوبات بجوج ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله. يا ربي هذه حلمه زوينه ما كرهناش تحقق هذه الحلمه ان شاء الله سي عبد العزيز. عبد الكريم من جديده. سعدي صباح الخير. صباح النور. واش مبروكه؟ علينا وعليك بالصحه والسلامه. رمضان كريم علينا وعليك خويا العزيز. حفظ راديو مارس حفظ المغاربه كلهم حفظ المسلمين. يا ربي الله يرحم نترحموا على السي شكري العالمين. الله يرحمه ويستر عليه. الله يرحمه ويستر عليه خويا سعدي. انتم بخير الدنيا. الله يصبر عائلته. الله يحفظك يا حبيبي والله الا بخير. انا خويا انا ولد جديده ما غادي ندوي لا على دفاع ولا على وداد ولا على رجاء ولا غندوي على كره المغرب عامه لانه الاغلبيه فينا ماشي ما كندويش انا على الصحافه راه هما الصحافه هما الاولين وما راه عرفتي الصحافه شناهي راه السلطه رابعه واقيله الصحافه حافظين المهنه ديالك. حنا كمتتبعين كمتفرجين كنتصمت انا كنتصمت شحال هذه ملي كنتي في البرنامج الاخر اللي كنتي كدير كان عيط مع الاسف ما عمركم شديتوا ليا فدابا جاب الله والله العظيم مرحبا حبيبي امريكا امينا مرحبا. انا كنتسنك الناس كل واحد شنو كيجيب. انا بغيت الناس غير نعرفوا بعدا علاش كنلعبوا هذه البطوله هي الاولى بعدا اشنا هو الهدف عندنا من البطوله ديال سميناها احترافيه هو الفريق الوطني هو الرايه هادشي علاش لاعبين كلنا انا جديدي انا طنجاوي انا وجدي انا مصاوي كلنا متفرجين كنتسناو شي فريق وطني مهم. هذه غير النقطة الأولى. النقطة الثانية كنسمع الإخوان ما عمرني سمعت شي واحد جا دوا على الفرقة ديالو وما دواش إما على المدرب إما على اللعابة. راه الفريق واقيلا السي عادل راه مجموعة راه كيتكون واحد المجموعة راه كيترأسهم المكتب عاد اللعابة عاد المدرب عاد الجمهور. اللي جا كيدوي على المدرب اللعابه خلى استخ عبد الخالق اللوزاني الله يرحمه قال لك عندنا 30 مليون ديال التقنيين والجامعه محتاجه بهم وكلشي ولا باغي يولي تقني. اسيدي بغيتي ولا فرق اش بغيتي عند المدرب بغيتي باشكو ولا بغيتي ليرميطاج ولا بغيتي ما فهمتش انا. وعندنا تما عندنا السيد الضاوي في جديده وعندنا مولاي عطا وعندنا اش بغيتي اش دخلك في هذا الشيء؟ لاش انا ما مسامحش الشيء بن الشيخه وانت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله بغي نقول لك النقطه المهمه اللي مرضاتني السي عادي الله يرضي عليك اخويا. عندنا بطوله احترافيه وقيله غير واش موز وراء او لانه انا اللي بغيت دابا الفرق كلهم كيتخبطوا في مشاكل دابا باش غينوضوا الفرق ديال المغرب كلهم. انت شوف استاذ انت دابا عطيتيني واحد الـ واحد الـ واحد الحاجه مهمه ومن بعد عطيتيني العكس ديالك قلت دابا الناس كيهضروا على الفراقي وكذا 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 ومن بعد وليتي كتدخلوا على المدرب يمشيو. دابا انت خليتي تهضر على الفراقي. انا متفق معاك انا هادشي اللي قلتي انا متفق معاك فيه غير عطيتيني لو كونتخيغ ديالو.
خليت البطوله بطوله عندنا احترافيه من احسن البطولات اللي كاينه في الدول العربيه والافريقيه، وليتي في العود فاش تهضر على الفرق اللي فيهم مشكل، وليتي كتهضر على البطوله في حد ذاتها مزوره ما دايراش ما مزياناش. ماكش عندنا بطوله احترافيه من احسن البطولات في العالم؟ لا لا ما قلتهاش السعادة. انا جيك دابا شنو بغيت تسمح لي؟ انا ما جيتش ما غاديش نعكسك، وهذاك الشيء اللي عندي الله يرضي عليك الا قدرتي تصنت لي غنقول لك جوج كلمات والله انت انت كيما بغيتي تعقب عقب الله يرضي عليك اتصنت لي. انا اللي بغيت اللي بغيت علاش انا عيطت كاع وهو هاد الناس خاص انا خاص نعرف واش كاين شي فيدراليه ولا شي حاجه ديال 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 الفراقي يتجمعوا يمشوا عند السي القجع. راه لا يعقل بطوله لاعبين بطوله 300 مليون ديال السنتيم وفراقي الاخره في المغرب كتخسر 3-4 ملايين غادي يمشيو عنده غيقول له الله يخليك سعاده الرئيس السي القجع راه خدام مسكين ديال الله يعمرها دارك الله يخليك السي القجع والله شويه هاد راه دابا انا كنتفرج في التلفزيون كنتسنت لكم البرامج كلها نقسم لك يمينا ملي نوفاكم من الصباح حتى العشيه حتى كنايا ما عندي ما ندير متقاعد كنتصمت الله يرحم الوالدين هاد الناس هادو يتجمعوا مشو عند رئيس الجامعه. انت السي عبد الكريم هذا الشيء اللي قلتي انت المبلغ اللي كتعطيه انت شوف السي عبد الكريم انا نشرح لخويا واحد القضيه. انا دابا كانوا بزاف ديال النقاط اللي تغيرات في القوانين والانظمه ديال الجامعه مزيان هاد الناس اللي كبا كنهضروا عليهم كلهم ما داروش هاد النقطه هذه في جدول الاعمال كون داروها في جدول الاعمال كون ناقشوها وكون قادوها وكون قدروا يلقاو لها حل ويقدروا يزيدوا شويه وداكشي ان يمكن 300 مليون اللي كتهضر عليها انت راه فاش كتاخذ كتلعب على 300 مليون بعد كتمشي للشامبيونز ليغ كتولي تقدر توصل حتى ل 5-6 مليار راه على هذيك 300 مليون اللي مبازين ما كرهناش يزيدوا فيها شويه وداكشي مي انا ما عرفتش انا عندي ليها تفسير منطقي انا نعاود نقوله لخويا ولكن الانديه نورمالمون في الجمع العام الاخير كانوا يدخلوا هذه النقطه في جدول الاعمال ويناقشوها وكانوا يلقاو شي حل ولا شي تخريجه لها مي التفسير ديالها المنطقي انا نقول لك حيت قالوا لي وبشا لي من راسي انا نعاود نقول لخويا مرحبا الراس بعينه. حنا باقيين معكم مستمعين الكرام ناخذ غير فاصل بعدها نواصل. رجعنا معكم مستمعين الكرام دائما في راديو مارس. بزاف ديال لي اس ام اس ديال المستمعين الاوفياء ديالنا. سيدي قال لك قال لك سيدي السلام عليكم. فريق جيش ملكي الله يهديه خصو يترجل معنا ويدير لنا النتائج لان ما بقاش عندنا الصبر. صبر ايوب راه تقاضى. خويا عادل ديما وداد قال لك سيدي واش الماس جابوا مدرب ولا باقي؟ الله يرحم لكم الوالدين عطيونا الاخبار ديال فريق المغرب فاسيل خبر ديال الماس واش من مدرب كاين في الماس. خويا عادل اللهم ان هذا منكر هادشي اللي كيديروا مع الرجاء راه ما غير مقبول. قال لك سيدي السي عبد الحميد قال لي كرهت الكره وما يجي منها وكيزيدوا يعصبونا. دوي بالعدل اخويا عادل ماشي التخربيق هذا. كيهضر على وصيفط لي الورقه ديال رئيسه جماعه المحمديه من بعد ما عطاوهم ترخيص باستغلال الملعب. غادي نناقشوا هذا الشيء كامل معكم مستمعين الكرام ما كاينش مشكل ونشرحوا لكم وبالعدل وبالحق. قبل ذلك ناخذوا السي احمد من اكادير. سعدي صباح الخير. وي سعدي صباح الخير سي احمد. الو وي تفضل السي احمد انا كنسمعك. سعدي صباح الخير. صباح الخير خويا. الله يبارك فيك. دونك بغيت نهضر على الفريق ديالنا حسن في اكادير وكنشكروا اللاعبين والطاقم التقني دونك فريمون اللمسه ديال المدرب بنت تقريبا ديال 5 ولا 6 لقاءات مع السي رضا حكم. اللي كنبغي هنايا هو كندعو الجمهور ديال اكادير وديال سوس وديال الحسنيه فيما كان ينخرط في هذه الحمله ديال بيع تذاكر المقابله ديال رجاء بني ملال ديال كاس العرش لان المكتب المسير دار تذاكر افتراضيه. كنتمنى ان الجمهور يساهم الفريق ديالو اللي كما كنعرفو سي احمد.
تقطع الخط مع السي احمد. وي اتفق معك السي احمد. رضا حكام جا للحسنيه فبرافو ليه. الان الحسنيه رجعت للبلاصه ديالها، رجعت للمكانه ديالها. كنضرب الى الجمهور ديال الاكادير خصو يدعم الفريق ديالو ويعاونو ماديا ومعنويا، ان الازمه يمكن الازمه على كل شيء، ولكن فريق حسنيه اكادير هذا الموسم هذا بالضبط فكنظل اللي مزيان هو انه الاختيار الاول ديال المدرب ما كانش موفق، ولكن من بعد القراءه مزيان الفرقه والظروف ديال الفريق وداك الشيء فالاختيار ديال رضا حكم فكان ناجح. الان شفنا فريق تغير بتاتا من بعد البدايه مع ذاك التونسي، فالفريق ولا فرقه اخرى بطريقه لعب اخرى بنتائج مغايره، من فريق اللي ما كيماركيش والحمرات والمشاكل والصداع، الفريق اللي كيلعب مقابلات كبيره كيربح كيحصل نتائج، قوي دفاعيا مزيان هجوميا. فبرافو للحسنيه مع السي حكام اللي غير العديد من الامور. تمنوا ان الجمهور يدير اليد في اليد باش الحسنيه تبقى في المكانه ديالها وتزيد، لان محتاجين الحسنيه تكون مع الثلاثه ولا الاربعه الاولين. الان ها هو الحسنيه خذ الرتبه الثالثه. داك بالنسبه للموضوع ديال المعص والمدرب فجوسكا ماتنو باقي ما كاينش. واحد قال لي اخويا عادل واش بصح لافير ديال مورينيو اش كاينه؟ مورينيو مالو مورينيو؟ مال مورينيو زعما يجي يدرب الماس بحال والو ما عرفتش. هو غالي شويه، غالي ماشي شويه، غالي بزاف. داكور المدرب فاجوسكا ماتنو باقي ما كاينش. يلا هضره على رشيد طاوسي، واش غيقنعوه ولا ما يقنعوش؟ هادشي اللي عطى الله هاد الساعه هادي، ما كاينش شي حاجه اخرى. اللي في الفرقه دابا هو سي عزيز سليماني، جوسكا ماتنو باقا ما كاين حتى شي حاجه. فالرئيس البارح مشى زار اللعابه ومشى لونطريما ومشى لعندهم وزارهم وكان معاهم ودعمهم وداك الشيء. هادشي اللي عطى الله هاد الساعه هادي في الماتش، ما كاين حتى شي حاجه اخرى من غير لا كونسونتراسيون على رشيد طاوسي. واش يقنعوه في هاد الويكاند ولا ما يقنعوش؟ بالنسبه للرجاء فكيف قال لي السيد السي عبد الحميد، صيفط لي وقال لي هضر اخويا بالحق، كرهنا الكره وهادشي التخربيق هذا واش ماشي التخربيق؟ ف باش نهضروا على هذه القضيه هذه ديال الرجاء والماتش ديال 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 المحمديه ملعب الباشا. فمسؤولين ديال الزمامره راسلوا الناس ديال 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 الجماعه من اجل باش ياخذوا استغلال الملعب مزيان، ياخذوا الترخيص. كيف خداوه؟ في بزاف ديال المقابلات لعبوا تمايا وخذوا الترخيص باش يلعبوا تما مزيان. فاش كتجي تشوف المراسله فكنظل المراسله واضحه، المراسله كتقول بانه رئيسة جماعه ديال المحمديه كتقول بانه احنا نرخص لكم شريطات، احنا انا راه كنرخص لك ولكن انت تبع الاجراءات. شنو هما الاجراءات؟ اخبار السلطه، التنسيق مع مدير المرافق، احترام القوانين ومقتضيات جاري بها العمل. الناس ديال واتزم ملي خبروا السلطه، السلطه قالت لهم لا ما تجيوش، انا عندي ما بغاوش يعطيوهم الماتش. البوليس ما عنده التزامات، ما بغاش يبرط راسو بهذا الماتش، ما بغاش يبغى يرتاح شغلهم هذاك. عندهم الظروف ديالهم وداك الشيء. قالوا لهم لا، ايه راه الجماعه قالوا لهم اوكي، ولكن فاش هما راهم كاتبين الورقه راه واضحه السي عبد الحميد والناس كاتبين نرخص لكم بذلك شريطه. شريطات هذيك شريطات الناس ديال السلطه قالوا لهم لا. اذا ملي قالوا لهم لا نورمالمون القانون 48 اور الا قدرت خصك باش تبدل الماتش. الناس عيطوا الاسفي اللي يلاه كانوا لعبوا عندهم، قالوا لهم الله يرحم لكم والدين عتقونا، قالوا لهم اوكي علموهم. الوغ ملي علموهم بدلوا لهم التيران. زعما ما عرفتش علاش لا ودخلنا فيها الشكلي في الاكلي ولا وهذا دخلوا فيها بزاف ديال الناس اللي بغاو يدخلوهم صحه في هذا الموضوع، وهي زعما الامور واضحه وباينه ما فيها لا غموض لا حتى شي حاجه. ما
مي بون هذا المشكل اللي عندنا هو مشكل ديال ثقافه الكومبلو. زعما حنا الثقافه ديال حنا راه ضدنا وباغيين يديروا لينا وباغي يفعل. كنظن بان بالعقل فاش كتجي تفسر الامور واضح. زعما ما فهمتش انا علاش غادي نديروا من الحبه قبه. الناس راه قالوا لهم اوكي، ولكن السلطه ملي جيتي عندها قضيه قالت ماتش زمام راه الراجا هذيك داخ شافت الظروف ديالها ما بغاتش، قالت لك لا. جاب الله الناس ديال اسفي دخلوا في كل الفيلم، والناس كيحترموا القانون في اطار احترام القانون. فالقانون كيقول لك 48 اور تي بو شونجي لوندغوا او جوي، والناس احترموا القانون وعاودوا راسلو. فين كاين بغيت نعرف فين كاين المشكل؟ القانون تحترم، الناس ديال المحمديه عطاوهم مره وجوج وهذا الان ما بغاوش يعطيوهم، عندهم ظروف، كاينه ظروف، والناس ديال الزمامره برافو عليهم قدروا انهم يحلوا هذا المشكل هذا ويغيروا الملعب وراسلوا الناس ديال الرجاء. زعما كنظن واضحه وباينه باحترام القانون هادشي اللي كاين وصافي. داكور. كريم من مراكش. تعجيل. خويا. واش مبروك اخويا. علينا وعليك بالصحة والسلامة. كنسولك استعجيل. وي حبيبي. عافاك تيطون فين كتستقبل الماتشات ديالها؟ كل مرة وفين؟ كتستقبل في طنجة. مرة في طنجة، مرة في الرباط، مرة في فاس، مرة في. لا ماتش واحد استعجيل هو اللي استقبلت في فاس. ايه لعبات مع الوداد فاس. مع الوداد. ايه لعبوا مع الوداد فاس. ولعبوا حتى هما 48 ساعة قالوا لهم يلعبوا في فاس. الوداد قطعوا التي جي في وقطعوا لوطير وكل شيء. اشوف القانون واضح. لا وين استعجل واش كاين هذا الشيء بالصح ولا ما كاينش؟ شناهو؟ هاد القضية ديال فاس. مالها؟ ماتش واحد هو اللي لعبات تيطون في فاس. كنظن لعبوا ماتش واحد في فاس. جوك مع الوداد. الوداد. اه. بقى 48 ساعة الماتش. بدلوه. عادي جدا. اه. وجدوا كل شيء في طنجة. اه. عادي. قطعوا التي جي في قطعوا لوطير وجدوا كل شيء ما هضر حتى شي واحد. عادي جدا. حيت القانون تحترم. إلا علمتيني في 24 ساعة اللي كاين المشكل. دابا استعجل وكون هذا البوليميك جاي من الجمهور. يجي عادي. حنا كنهضروا بالعاطفة كل واحد يهضر بالعاطفة. ولكن اللي يجي بلاغ من عند مكتب مسير بعقله مسير فرقة كبيرة. شنو واقع؟ انت عندك مشاكل في فرقتك وجيت تصرف على العصبة الله عندك مشكل مع العصبة راه القانون قانون راه دابا راه مكتب الدراجة ودابا هو اللي يدير المشاكل ماشي الجمهور. انت عندك أزمة كتصرف على برا دابا إلا خسروا مع أسفي مع إلا خسروا في أسفي راه غيقول لك العصبة هما اللي خسرتو. والعصبة مالها؟ هذا موضوع يخص فريق نهضة الزمامرة. العصبة مالها؟ لا ضد الزمامرة. انت شوف استاذ انت شوف السكاه انا كنهضر في اطار القانون. الناس ديال الزمامرة احترموا القانون. قانون مهم كيف قلتي انت البلاغ ديال فريق الرجاء البيضاوي قال لك تفاجئنا وداك الشيء. علاش غتفاجئ؟ القانون ياك تحترم صافي هادشي اللي عطى الله هو هذا. الناس عندهم مشكل انهم كيصيبوا تيرانهم. الناس في المحمدية قالت لهم الناس ديال الجامعة قالت لهم اوكي. السلطة قالوا لهم لا قلبوا على تيران خور وجابوه. عادي جدا. البوليميك وهاد الهضرة زادت تزدنا حنا. واخر واحد ما عنده حتى مشكل في داره ما عنده حتى مشكل تقلب على شي مشكل نجيبوه نهضروا فيه هو والخير فيما اختار الله. بغيت نهضر معك على البندر تيست هادي. مرحبا. انا كنظن هادشي باش جات تعيد نصير الولاية ديالو كثير. بهاد المراحل اللي كندوز دابا عارف نزرتي هي باش كنضيعو الالقاب. مثلا ثلاث البطولات اللي ضيعنا من سبعة جبنا أربعة وضيعنا ثلاثة. وهاد لي بوان فيبل اللي كيوقعو عندنا بحال هكا. وي. كنمشيو شي وقيتة كنديرو شي تغييرات كنبغيو نصنعو شي حاجة. علاش؟ وي. حيت المدرب كنجيبوه كنعطيوه كلشي. شي واحد اللي هضر معاه بعقلو كيعرف واش حنا ما عندناش دولي توعد كيعرف الكرة التعادي. وين وين عندك كارير ضرب جوج اريا ضرب ولا ثلاثة وملعب مدافع وجربهم ما تقولش يلا هنايا التجربة كنديرو خارج التجارب وين لعبوا شي ماتش علاش شريتيه في الأول؟ واش متفق معايا الساعة دي؟ وين لعبوا هين الساعة هين الساعة ساعة شي ماتش شوف ما دير والو دير أنت ماتش حبي شي نهار شي فرقة من الهوات ولا من القسم الرابع ولعبهم واش كيعرفوا الكره ولا ما كيعرفوهاش؟ ولكن شوف هذا السي كريم هذه البطوله سي كريم شوف انا متفق معك بان هذه هي الكره حتى
ما يمكنش الوداد تبقى تربح كاع الماتشات. بصح هذه هي الكره، حتى راه الوداد ما كتلعبش بوحده. لا دابا بحال الماتش ديال المحمديه راه الا سولتي الجمهور راه ما مقلقينش علاش ما ربحناش. بصح نورمال حيت لعبنا ماتش، لعبتو ماتش مزيان ومحمد لعبتو مع فرقه كبيره اللي محمديه. ما لعبتوش مع عند المحمديه وعند الوداد بحال بحال تقريبا. التجربه وذوك راه حتى هو لعاب تبركو. ايوا مزيان مزيان سي تخيل. هو اغلاط بحال هادو هما اللي كيخلي لك كما قلت لك دابا الوداد صعيد النصيره شوف البطوله سي كريم شوف فاش كتشوف الوداد نهضرو انا وياك على الماتشات اللي الوداد ضيعت فيها النقاط. ماتش ديال اسفي، ماتش ديال طنجه، ماتش ديال تطوان، ماتش ديال وجده، وماتش المحمد ياك. نعم. هاد الماتشات هادو الا شتيهم تفرجتي فيهم ما تلقى الوداد ضيع واحد على الاقل واحد خمسه سته ديال لي زوكازيون نات دو بيوت ياك. اي بصح مزيان متفقين انا وياك. اذا البنزرتي داير خدمته واخا انا اسمعني بنزرتي راه ماشي هو اللي كيضربها في الشبكه. بنزرتي كيدير الخطه طريقه باش يوصلك للبوطو، كيعطي اللعابه الطريقه والاسلوب وكيفاش الفرقه توصل باش تماركي. انت شوف فاش الكعبي كيوصل حدا البوطو والبوطو خاوي كيسقلها. ريحوا شويه التعادل، ريحوا واحد دابا. شوف دابا انا لا سولتيني نقول لك ريحوا، ولكن البلزرتي بالنسبه لي راه الكعبي انديسبونسابل. كل شوف واش ما كيعياش التعادل، ما كيعياش. واش انت دابا التعادل ما كتعياش؟ وشوف كتعيا ما كتعياش، هادشي كيبقى للمدرب واللعاب وداكشي. مشكل راه دابا شوف راه حيت دابا الى ريح البنزرتي جلس كعبي ياك مازيان، والوداد ما وصلاتش وما ماركاتش وخسرات، يقولوا لي انت كان لعب كعبي وما وانت دابا حطيتيه. وشوف راه كيف ما درتي ليها وحلا كريم، راه كيف حنا الجمهور والناس المتتبعين والصحافه كيناقشوا حتى كيسالي الماتش، ولكن قبل ما يسالي الماتش راه المدرب اللي عنده سي لوي كي كوموند، سي لوي هو اللي عارف الفرقه، هو اللي عارف لونطريمون، هو اللي عارف اللي مزيان واللي عارف اللي ما مزيانش. حنا كنحلوا انتوما كتحبوا الفريق ديالكم بغيتو يربح، ولكن راه الكره هي هذه، راه ما يمكنش فرقه غتبقى تربح 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 تربح. راه احسن الفراقي في العالم راه كتشوفهم دابا الباير اللي خلع العالم، خلعهم راه شتيهم في بطوله خسروا هذه السيمانه وخسروا في الشامبيونز ليغ. شوف نتمنى شوف انا بالنسبه لي نتمنى ان الوداد هذه الاغلاط ما ديرهاش في الشامبيونز ليغ. في البطوله ما شغليش، بطوله تربح تخسر لان كاينه فرق اخرى لعبه مع المحمديه، المحمديه فرقه كبيره وتا هي باغا تدي النقاط. اما في الشامبيونز ليغ تما ما نبغيوش الوداد دير الاغلاط، اما في البطوله عادي جدا تربح اليوم تعادل غدا تربح كلاخر، هذا هو العادي بالنسبه ليا. انت كجمهور كتحب فرقتك الله يسهل عليك، ولكن انا بالنسبه ليا نتمنى الوداد والرجاء هاد الاغلاط اللي كدار في البطوله ما دارش في الشامبيونز ليغ، هذا هو المهم. عبد الله من مراكش. وي خويا عادل. اخويا الله يحفظك، رمضان مبارك علينا وعليك بالصحه والسلامه. ليا شرف خي كبير اخويا عادل، اول مره ندوز معاك. الله يحفظك يا حبيبي. كيعجبوني الميسيون ديالك بزاف. مرحبا مرحبا حبيبي. الله يحفظك اخويا عادل. مرحبا. بغيت نهضر معاك على جوج نقاط ديجا طرقت اليوم انت واحد هذاك اللي دخل من كادي على حسب الحسنيه، و كنقول برافو لرضا حكم والعامله ديالهم كاملين وكاع الطاقم التقني ديال كل وقت صافي ديكا على بالاخص اللاعبين اللي بينوا على واحد القتاليه ديالهم واحد الكرينتا. شفنا واحد اللاعب جميل وحسمنا هاد اللعب هذا اللي ولاو تيديروا اخويا هادي حسن اللي كان داير لكاموندي، انا تتبان لي الخدمه حسن ديال كاموندي، زاد عليها رضا حكم بزاف ديال الحوايج. شفنا دابا ولاو كيديروا الضغط العالي على الخصم، شفنا كيفاش كيسترجعوا الكره، شفنا كيفاش كيديروا التنشيط كيغيروا من الهضره ولا واش كلشي كلش كيجري كلش كيتقاتل، هادشي كيبين على فرقة الحمد لله غادية مزيان. وواحد النقطة أخرى هي ديال الجمهور، أنا كنوجه واحد الرسالة للجمهور، كنقول لهم هنا غيبان غيبان الجمهور الحقيقي ديال الحسنية، لأن الحسنية الآن نفس الحاجة اليوم باش تدعموها على الأقل من واخا عرفنا الأزمة كاينة والناس الله يكون في العوان كلهم، ولكن يحاول ما امكن ما يعاون فرقته لان محتاجه ليه بزاف.
وبغيناهم باش يكملوا في هذا الماتش ان شاء الله باش ان شاء الله على الاقل يحقوا للناس في كاس العرش على الاقل على العام هذا. برافو برافو الحسنيه، برافو وبرافو المكتب ديال الحسنيه، لان الاختيار ديال المدرب جا في الوقت المناسب وفي الظروف الصعبه اللي كانت كدور فيها الفرقه، فاختيار كان موفق. الظروف كلها كانت مزيانه ومواتيه باش الحسنيه الان ولات كتقدم مستوى كبير ورجعت لبلاصتها، بالرغم ان التخوفات في الاول كانت كثيره، سورتو الفرقه ما كانتش دايره، كانوا فيها مشاكل كبيره، ما كانتش كتماركي، ما كانتش كتوصل، كان فيها الفوضى. لعابه واحد في ثلاثه اربعه ديال الماتشات الخمسه الاولين خمسه لعاب ولا سته خداو حمرات، فكان مشكل كبير. ولكن من بعد كيف قلنا الحسنيه رجعت للطريق، شدات السكه الصحيح، دارت مقابلات كبيره، ربحات الجيش، ربحات الرجاء، ربحات وجده، فداروا ماتشات كبار. شنا الطريقه واسلوب كيف قال المستمع ديالنا ان رضا حكام عطى واحد اللمسه لهذا الفريق هذا، شنا فيزيكمون الفرقه مزيانه، ضغط كبير وعالي على الفريق، ولاو كيعرفوا يوصلوا ولاو كيعرفوا يربحوا، وهذا في حد ذاته ايجابي. برافو الحسنية أكادير. بشور الرباط عند خالد. خويا عادل. أخويا خالد. مبروك عواشرك. علينا وعليك بالصحة والسلامة إن شاء الله. أخويا بشي بخير. خويا عندي واحد التساؤل الله يكثر خيركم، ما كاينش اللي غادي يشرحوا لي قدك. مرحبا. خويا بالنسبة للبرمجة. ألو. تفضل أنا كنسمعك. وي خويا عادل بالنسبة للبرمجة. دابا هاد السنة قال لك البرمجة كيشرف عليها إسبانيا. وي. واش دابا لا دخلنا دابا نفس قال لك نفس السيت هو نفس السيرفر هو اللي كيدير البرمجه الاسبانية، دابا لا دخلنا لاسبانيا غيعطينا الدوره 38 ديالهم بالتوقيت التاريخ بالنهار الملعب وكل شيء. حنا كيعطيونا بخمسه الماتشات خمسه الماتشات، دابا البطوله الدوره 16 الدوره 20 غيعطيونا ياك واخا ما معروفاش الان. شنو هو المانع ما يعطيوناش الدوره 30؟ مع العلم اخويا عادل خليني نكمل الله يكثر خيرك. تفضل تفضل حبيبي تفضل. مع المانع ما كاين حتى مانع، الكاف عند الاجنده ديالها معروفه ومحدده من الاتحادات اللي عندها اجنده مقاده هي الكاف. البطوله العربيه ما كايناش هذا العام، دونك ما المانع ما يعطونا 30 دوره؟ داكور نجاوبك ولا باقى عندك شي تساؤل اخر؟ جاوب جاوب. مرحبا. انت شوف فاش كنبغيو نهضروا على البرمجه ديال هذا العام، وانا عندي بزاف ديال الرسائل كيهضروا نيت على البرمجه البرمجه البرمجه، انا نلخص لك البرمجه والمقارنه. في الثلاث سنين اربع سنين الاخيره فاش كنا كنلعبوا الرجاء والوداد وبركان سيرتو، لعاب بحال دابا العام اللي فات والعاب اللي قبل منه، كنا عشنا تاجيلات. الرجاء عنده اربعه الماتشات، الوداد عنده خمسه، بركان عنده ثلاثه اربعه خمسه سته، وشنا فاش جا الكوفيد وبغينا نرجعوا غير الماتشات اللي كانت مؤجله كانت عندها واحد 16 ولا 17 ماتش مؤجل. مزيان حنا كنا يلاه في دور مجموعات ياك متفقين. دابا حنا عهد جديد اخويا عهد دابا، ودابا خليني نشرح لك، انا غنشرح لك العهد الجديد اللي كنهضر معاك عليه. مرحبا مرحبا. العام اللي فات والعام اللي قبل منه غير في دور مجموعات كنا كنساليو ثلاثه اربعه الماتشات مؤجلين، هاد العام حنا دابا سالينا دور مؤجل دور المجموعات في المنافسات الافريقيه. واش حسيتي بالتاجيلات؟ ما كاينش تاجيلات، كتلعب الاربع كتجي تلعب الحد، تلعب الثلاث الخميس الاربع الحد. الوداد دابا راك شتيها لعبات ثلاث، لعبات تشامبيونز ليغ، جات لعبات الخميس، لعبات الحد، جات لعبات الخميس، عاود تلعب الحد، تلعب الثلاث، لعب كيش وقف. ها حنا دابا غنساليو دور مجموعات، وحنا الفراق سالينا دور مجموعات غندوزو لدور الربع النهائي، وما كاينش مقابله وحده مؤجله، مقابله مؤجله تلعب غدا ديال الوداد. ولكن المقابله المؤجله راك خاصها تلعب شحال هذه ديال المقابله ديال غدا؟ علاش؟ انا نقول لك علاش؟ علاش؟ اخ قول لي انت فوقاش كانوا يلعبوا؟ تفضل. بالك الوداد الوداد وبركان كانت عندهم شي كيلعبوا الخميس ثلاث الاربع حد الجمعه. اخويا اخويا شوف 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 الواقع شوف سي خالد حتى دابا شوف خالد شوف خالد اسمعني سي خالد اسمعني سي خالد شوف الواقع حطهم شوف الله يحفظك ما تبغيش تحطوا شي حاجه حطوا داك الشيء معطيات حطوا طريقه حتى وشوف الفرقه شحال واش ثلاث ايام ديال الروب وخدات وهاد الفرقه خدات اربع ايام كلشي دابا كلشي لا لا ما كاينش شوف دابا شوف اسمعني اسمعني ما كنهضروا حنا على تكافؤ الفرص. دابا انا ما كنهضرش معاك على تكافؤ الفرص،
برمجه كناخذ ناخذ بعين العين تيبارتكو في الفرص. واش دابا 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 انت كتهضر على اسمعني اسمعني راه عمرك غتقلى تلقى هذا لعب ثلاثه وهذا لعب اربعه وهذا لعب خمسه امبوسيبل حيت هذا خليني نشرح لك خليني نشرح لك نشرح لك باش تفهم. لا حيت تكافؤ الفرص التكافؤ اسمعني اسمعني التكافؤ الفرص اللي كتهضر عليه انت هو ان البطوله ديالنا تمشي والماتشات كلهم يتلعبوا. لعبتي 3 ايام لعبتي 4 ايام راه حتى فاش كنشوفوا في اوروبا البارسا والريال كتلقى هذا لعب في 4 ايام لعب جوج ماتشات في 3 ايام الاخر لعب جوج ماتشات حيت هذا كان لعب الخميس ومن بعد الاخر جا لعب الاربع. هذا هو العادي نهار في الكره راه ماشي هو تكافؤ الفرص. الان انت دابا كتهضر على البرمجه كنت كتهضر معايا على البرمجه انا شرحت لك العام اللي فات والعام اللي قبل منه في دور المجموعات كنا كنساليو بربعه خمسه الماتشات مؤجلين. دابا حنا في البرمجه هاد العام حنا سالينا دور المجموعات ياك سالينا دور المجموعات حنا ساليناه ما كاينش مقابلات مؤجله بح ما كاينش. فراقي كيلعبوا دابا الوداد والرجاء الا شتيهم كيلعبوا جوج ثلاثه الماتشات في السيمانه. الوداد انا دابا هادي واحد ثلاثه السيمانات الوداد كتلعب خميس حد ثلاث سبت حد الاربع ما جلساتش وما قالوا لا احلى والو. الناس كيلعبوا مشاو لجنوب افريقيا وجاو لعبوا ومشاو لزامبيا وجاو بركان لعبوا في الكونغو وجاو لعبوا الاربع وجاو لعبوا لحد ما كنقولوش اح وما عندنا حتى مقابله مؤجله. اشنو بغيتي؟ ما فهمتش انا ملي جاوبتك على هذيك قلتي لي تكافؤ الفرص. ما تكافؤ الفرص كلشي كيلعب كلشي عنده الماتشات ديالو كلشي خدام ما فهمتش. واحد قال لي تكافؤ الفرص كيفاش الوداد تلعب الخميس وواد الزم تلعب السبت ومن بعد يلعبوا معاهم ثلاثة. استاذي المحترم راه انت راه كتنسى بانه حسبتي معايا غير من الماتش ديال واد الزم ولكن ما حسبتيش معايا الوداد شنو دارت. الوداد لعبت مع واد الزم ياك لعبوا مع واد الزم ثلاث ومن بعد الوداد لعبات السبت تشامبيونز ليغ والواد الزم ما لعبوش ومن بعد الوداد لعبات الخميس البطوله واد الزم ما لعبو حتى السبت. راه الوداد في تاهب ماتش ماتش واد الزم لعبات ثلاثه الوداد لعبات اربعه. شفتي تكافؤ الفرص كتهضر عليه انت ما فهمت. انا لا حسبتي معايا من الماتش ديال واد الزم نقول لك واد الزم لعبوا السبت ومن بعد لعبوا لعبوا السبت ومن بعد لعبوا الثلاث. قضيه صعيبه عليهم. والوداد راه لعبوا الخميس والثلاث والحد وعاد زادوا لعبوا مات زيد عليهم. شوف كل واحد وانت كيهضر على تكافؤ الفرص من وجهه النظر ديالو. الناس ديال واد الزم كيقول لك خويا انا لعبتيني السبت ومن بعد لعبتيني ثلاث علاش حرام عليك. الوداد ما قالوا والو ما هضروش ولكن الناس اللي فاش كيجيو يحسبوا حيت ما نحسبوش غير واد الزم خصنا نحسبوا حتى الوداد. الوداد لعبات مع واد الزم في الماتش ديال البطوله ومن بعد الوداد لعبات تشامبيونز ليغ واد الزم ما لعبوش ومن بعد الوداد لعبات ماتش البطوله عاد لعبات واد الزم ماتش ديال البطوله. اذا الوداد راه ماتش زايد على واد الزم في هذيك الاسبوع اللي كتهضر عليه انت تهضرتي على تكافؤ الفرص غير من السبت للثلاث ولكن راه الوداد جايه من ماتش زيد على واد الزم. شوف تكافؤ الفرص كل واحد كيقلب على المصلحه ديالو. الناس ديال الزم انا فاش غيقولوا هذا نتفاهمهم نقول لهم مساكن لعبوا ثلاث ورمضان ويساليو مع 12 الليل وخصهم يباتوا وكذا ولكن الوداد الوداد ما هضروش ما ريكلاموش ما قالوا والو ولكن الوداد راه لعبه ماتش زيد على واد الزم. كنهضروا على البرمجه ودابا بالله عليك دابا انت كتهضر على البرمجه وانت كنتي غارق هذه ثلاث سنين وحنا غارقين سته الماتشات اربعه الماتشات خمسه الماتشات القيامه نيضة. دابا البرمجه حنا سالينا دور المجموعات ولينا كنشوفوا الفرق ديال المغرب كيمشيو لتنزانيا كيمشيو لزامبيا كيمشيو لجنوب افريقيا كيمشيو يلعبوا الاربع والثلاث ويجيو يلعبوا السبت والحد وباقي كتهضر معايا على البرمجه. والله اللهم ان هذا المنكر زعما اوليمه ها اوليمه زعما حنا ما نقولوش ما كاينش زعما هذيك زعما نقولوا شي حاجه راه تحسنات وشي حاجه ولات مزيانه والو خصنا ديما نريبوا حنا برمجه هذا العام لعبنا دور المجموعات كامل بثلاثه الفراقي ديال المغرب لعبناه كيبان لك الفراقي ولاو كيجبدوا الفلوس وكيديروا طياره خاصه ويمشيو يلعبوا ف شنا هاد السيمانه اللي فاتت اللي سميتو بركان والرجاء داروا طياره مشاو لطنزانيا ومشاو لزامبيا
ولعبوا الثلاث ولعبوا الاربع في تنزانيا وفي زامبيا وجاو لعبوا لحد في البطوله وشدنا قبل منهم الكاميرون كاع لي طراجي اللي داروا وماتشات ما معجلينش عجل ماتش واحد ديال بركان لان كان المشكل ديال الماتش ديال كايزر شيف لانه كان مشكل ديال فين غيلعبوا الجنوب الافريقي ما يدخلوش المغرب وقلب على التيران وداروا الماتش الاول ومن بعد اجلوه وقلبوا على التيران هذاك الماتش اللي في هذه المجموعه كامله لقاو ليه التخريجه وغيتلعب غدا وخفتي معايا على هذاك الماتش كان يتلعب شحال فين يلعبوا فين اخويا ما فهمت ما. واش غادي نقول لك عييتيني والله الا عييت باش نصرح لك والله تكون فهمتي الله تكون فهمتي خير في مختار والله حموده من جديده حموده هرب مبارك من اليوسفيه تا هو كل شيء هرب خير في مختار والله واخا ناخذ معنا الو السلام عليكم خويا شيف ما بغاش يهضر واخا نشوفوا واحد اخر السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا السلامة ديالنا اخويا الله يسلمك خويا العزيز الله يكشف لينا نشدوها والحمد لله الحمد لله والشكر لله هذا من فضل يا رب الله يحفظك حبيبي الله يحفظك صافا صافا الله يحفظك الحمد لله الله يطول عمرك فكرني في السمية والمدينة بدر الدين كازا مرحبا اخويا بدر الدين معايا عادل عمري ولا باق لا انت اون ديريكت ما كاينش الغموض اخويا عادي والله نهار كبير الله يحفظك الله يحفظك حبيبي الله يحفظك بغيت نهضر على واحد النقطة الله يجازيكم بخير بغيت نهضر على مسألة ديال الكرة حنا كاع كنتفرجوا كاع متفرجوا اسمح لي بعدك راه أول مرة كنهضر مرحبا شوية عليك خذ راحتك قلت لك على قبل حنا كاع متفرجون كنتفرجوا بغيت عافاكم على حساب الجمهور يكون بنادم يتفرج ولكن ما يكونش هاد الانتقاد بزاف حيت كل واحد على حساب المدربون كل واحد على حساب الدومين ديالو كل واحد كيفهم في الشغل ديالو انا كنتفرج في الفرقه ديالي كنبغى ما كرهتش تربح كما قلت واحد الكلمه ما يمكنش الفرقه ديما غتبقى تربح وحتى حنا النيفو ديال الجمهور مني انا الاول النيفو ديال الجمهور يطلع شويه ما يبقاش هاد الانتقاد بزاف اكثر من القياس لا لعبوا هذا لا دير هذا المدرب يعني كيفهم في الدومين ديالو الا جا المدرب حنا نهضروا على بنزرتي انا كنبغي الوداد الا جا بنزرتي يهضر معايا في الدومين ديالي ما غاديش يفهم في الدومين ديالي وكذلك انا ما يمكنش نفهم في الدومين ديال التدريب معايا عادي وي شوف كنظن انا زعما بتصدين بان المستوى ديال المتلقي وديال الناس ديال المستمعين وديال الناس اللي متبعوا كنظن بان المستوى ولا راقي شويه الناس ولاو كيفهموا ولاو كيناقشوا يمكن كيف قلتي انت الواحد يبقى يعترض ولا هذا هو الحال في العالم كامل زعما الا مشيتي للبارسا ولا مشيتي للمدريد ولا مشيتي للباير تلقى الجمهور كيهضر وكينتقد وكيقول وكهما دابا الباير اللي العام اللي فات زعزعات العالم بالطريقه باش لعبات والنتائج دات البارسا ضرباتها بثمانيه ودات الشامبيونز ليغ وهي مرتاحه ما دارتش مجهود سوبر كوب والبطوله وداو كل شيء دكدكوا كاع العالم ها هما هاد العام تقصاو من كارت فينال وها هما في البطوله معذبين يعني الله خسروا هاد السيمانه عاوتاني وتعادلوا من بعد وها هما بدلوا المدرب ها هما تا هما الضغط ديال النتائج هما بدلوا المدرب باير ميونيخ هذا نهضروا على الاحسن مكين في الكره في العالم اللي لا واللي كيسيروها العلماء الكره مثال حي هذا هو العادي اللي كيخلي مدرب كانوا بغينا نتقبلوا اي واحد من جمهور طنجاوي مصاوي ودادي رجاوي كل شيء يتفرج ويستمتع بالكره واحد القضيه اللي عزيز عليه كره راه يمكن واخا يكون ودادي يمكن يتفرج في الحسنيه وجده يمكن يتفرج في ماتشات يكونوا زوينين وكبار يعني عادي جدا ونتقبلوا وبعدين يستمتع وشكرا بزاف عادي الله يحفظك خويا بدر الله يحفظك احبيبي شكرا ان شاء الله كل شيء يكون بخير وكل شيء يكون زين الله يحفظك بدر حبيبي شكرا شكرا بدر حبيبي شكرا غالي من اكادير تقطع الغض غالي عبد الرحيم من سلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيداير بخير يعني بس الله يحفظك خويا بارك الله فيك الله كبير الله يحفظك حبيبي الله يحفظك بغيت نهضر اخويا على الوداد اخويا عادل اه
كنتمنى هو عادي. كنسمعك حبيبي تفضل. كنسمع بزاف الجمهور ما عجبوش الحال وداك الشيء. انا صراحه انا ولادي وكنبغي الوداد بزاف. ويعني صراحه الوداد راه باقي ما تخدم حتى شي واجهه صراحه. باقا في عصبة اهلين الكارفينال وفي البطوله هما الاولين واهلين الكاس العرش. فانا زعما شي تبان لي زعما الجمهور داير الضغط بزاف على الفرقه. هذا هو العادي. وي اخويا عادي عادي ولكن دابا يعني شوف انت قلتي بان الوداد ما باقا مكاليفيه في كل شيء، ولكن واش عادي ان الوداد يضيعوا 7 نقاط ولا 6 نقاط في البطوله هكاك؟ انت قلتي اخويا عادي ما يمكنش لا الوداد الجمهور راه ما كتلعبش بوحدها وما غاديش تربح كاع الماتشات حتى هي كتلعب مع الفراقي وكذا، ولكن الجمهور ديال الوداد ما عندوش ما شغلوش هو في الفراقي الاخرين، هو كيهضر على فرقته كيهضر على الوداد. كيقول لك انا ماتش كنت رابحو بجوج علاش غادي نخسرو بثلاثه؟ ماتش اللي لعبوا في التيراني علاش ما غاديش نربحو؟ علاش غادي نضيع 6 نقاط وانا كنت 6 وفكر ماتش اخر ديال البركان وليت 9؟ جمهور الوداد كيفكر بالحب ديالو لفرقته، ما شغلوش هو مع من غيلعب ولا ضد من غيلعب، هو شغلو هو يربح. هذاك الشيء علاش كاين الضغط والفروق الكبيره اللي عند الجماهير. هذا هو العادي ان تعيش الضغط وتعيش هذا الشيء، وهذا هو العادي في كره القدم. الا جمهور الوداد ما دارش الرواج وهضر على فرقته وداك الشيء راه ما كاين والو. هذا هو العادي جدا. غير الناس ياخذوا ويدوا في الهضره، انت قول انا نقول وهذاك الشيء والخير وفي مختار الله. ناخذوا غير فاصل، بعد الفاصل موجز الاخباري مع يسرى منصوره ونرجع معكم. رجعنا معكم مستمعين الكرام دائما في راديو مارس. وحنا معكم مستمعين الكرام راكم عارفين كيف العاده، اللي بغى يعرف اي حاجه، اللي بغى يسول على اي موضوع اي رياضه مرحبا به. 0522 226 226 ولا باغ اس ام اس 50 30 8 ديال الاس ام اس والسدراب تي تي سي ولا في لو لايف مع خويا كادير، مرحبا بكم. حنا هنا نجاوبكم على اي حاجه بغيتوا تعرفوها ولا تسولوا فيها ولا تناقشوها، ولا كاين بزاف ديال المواضيع اللي كاينه، الماتشات اللي تلعبوا الماتشات اللي غيتلعبوا القرعه، فكاين بزاف ديال الماتشات اللي يمكن نناقشوها معكم. مرحبا. بداو مع المستمع الاوفيه ديالنا، ناخذوا كمال من مراكش. كمال الو السلام عليكم. اهلا وسهلا خويا هادي العمر، واش مبروك لينا وعليك، تعيد وتعاود ان شاء الله باش ما حبيت ان شاء الله يا ربي امين. كنشكرك على هذا البرنامج وتوحشناك صراحه. مرحبا حبيبي، مرحبا مرحبا. كنشكر الحسني على الفوز ديال الباه وي صراحه، كتفرج مرتاح وفي المستوى مي. وبالنسبه لذاك الدري البرنامج اللي قال لك البرنامج بالعكس يلا كنتفرجوا مرتاحين، وكنعرفوا البطوله فين وصلت وكنعرفوا لي بوان شحال عندو شحال، ماشي شي واحد كتسنى لا باقا جوج دورات لا باقا ثلاثه لا باقا سته، كنعرفوا دابا النيفو ديال البطوله فين وصل وي. وبغيتك تعطيني الراي ديالك في الوداد الله يرحم الضهر، حيت انا صراحه هاد جوج ماتشات عييت، ما عرفت كيفاش كنوليت كنفكر في العصبه، ما عرفناش منين غنبداوها، واش عندنا شي امال واش 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 واش، بغيت تجاوبني على هاد السؤال الله يجزيك. مرحبا خويا كمال، مرحبا. اولا كيف قلتي حسني برافو عليهم، فريقه اللي رجعت الثقه للجمهور ديالها ورجعت البليصه ديالها. بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي كنظن بان الوداد جوسكا ماتنو باقا في لاكورس على 3 ديال الكوبات، باقا مأهله ما عندهاش المشكل. المشكل هو ان الان كتمر بواحد المرحله ديال الفراغ، يمكن البنزرتي قال ازمه صعيب، لا كانت ازمه في هذا الوقت، نتمنوا الازمه تكون غير في هذا الوقت ولكن دوز، خصوصا هذا الشهر، ان دابا الوداد فهاد جوج السيمانات اللي جايه عندها بطولة ماتش مهم مع بركان، لما بركان هي اللي خارجة في الوداد في السنوات الأخيرة، هي هو الفريق اللي في السنوات الستين الأخيرة هو الفريق لا بيت نوار ديال الوداد، هي بركان، لما ربحوهم وقصاهم في كأس العرش أدو ريبريز وربحوهم في البطولة وداك الشيء، عندهم ماتش كيف قلنا مهم باش يرجعوا للصداره وياخذوا النقيطات مع لا غير ما يكونش تخوف اخويا هادي، ما يكونش تخوف زعما في العصبه. اشوف انا كنظن علاش هاد الماتشات هذا ديال طنجه وسميتو المحمديه ولا واحد شويه ديال التخوف، ما عرفت علاش. كيف قلتي اللعابه بحال الا عياو، علاش ما عرفت شوف عياو ما نظنش الكرتي
لا كيبان لك الكرسي ما قادش يزيد ما قادش يزيد صافي. واش كثر الحريره واش كيفطروا ما فهمتش. وشوف هذه غادي ترجع للبنزرتي حيت البنزرتي عنده في البونتوش لعابه باش يريح اللي كي التوتولار ويلعب الاخرين ويدير التدوير وعنده كل شيء. ما عندوش فين يتحجج ولا فين يقول شي حاجه ولا فين. الوداد كيف قلنا عندها ماتش هاد جوج السيمانات اللي جايه صعيبه للوداد لانها يعني تلعب كاس العرش وتلعب تشامبيونز ليغ وعاد تزيد عليهم ماتشات ديال البطوله. كنظن بانه لو تورني ديال الوداد هو هاد لي دو سمان اللي جايين. عندهم فرقه عندهم لعابه عندهم امكانيات. ناصيري مخلص اللعابه الفلوس موجوده كل شيء مقاد مصايب. كنظن بانه ما عندهمش العذر الا يمكن ما دارتش معاهم هاد جوج ثلاثه الماتشات عادي. لان لعبوا مع طنجه صحاح لعبوا مع المحمديه صحاح لعبوا مع تطوان اللي كانوا داروا ماتش مزيان شحال هادي. ف لعبوا مع وجده هما صحاح ما النتائج اللي داروا ما خايبينش ما خسروش غير لا خسروا مع طنجه لان طنجه الميغيت بهذاك الشيء اللي داروا. ما نتمنوا الخير ان شاء الله. كنظن بانه القادم ان شاء الله يكون احلى خصوصا في الشامبيونز ليغ فاش كنشوفوا القرعه. كنهضروا على القرعه على الورق احسن طريق في العالم هي اللي جات للوداد. يلعبوا مع مولود الجزائر ما نقولش فريق ضعيف فريق قوي لانه قصص الزمالك ولكن اضعف ضررا. ها الا شنا الفرق الاخرين اللي كان غيقدر يلعب معهم اللهم مولود الجزائر. ومن بعد في الطريق تقدر تخرج سيمبا ولا تخرج فأورلاند فسميتهم كيزرشيف. كنظن معقول الفريق الوداد البيضاء بغى لا ما بغاوش هادشي اللي عطى الله والسوق. سعد الله يرحم الوالدين. ما رايك في فريق اتحاد طنجه وهل ترى ان لديه المقومات ان يكون في البوديوم هذا العام؟ موي ما شوف فريق اتحاد طنجه عنده فريقه عنده المدرب اللي عنده البركه ديالو مدرب المرابط عنده البركه ديالو. المسؤولين ديال فريق اتحاد طنجه برافو عليهم ان الازمه كانت ازمه صعيبه ازمه خانقه مشكل مادي ولكن الناس اللي في طنجه ابرشان فقدر يقدر الغرض. يمكن كانوا انتقادات كبيره للمكتب ديال اتحاد طنجه ولكن فينالمون هذا المكتب ديال اتحاد طنجه هو الى جينا نديروا الحصيله ديال هذا المكتب. يعني بزاف الناس انتقدوا المكتب ديال طنجه وانتقدوا طنجة والرئيس وخصوصا الحسن بالخيضر ولكن فاش كنجيو نشوفوا هذا الرئيس السي عبد المجيد ولا السي حسن ونشوفوا هاد الناس هادو فهاد الربع سنين ولا خمس سنين الاخيره. فالفرقه كانت في الدوزيام ديفيزيون جاو طلعوها ملي طلعوها لعبوا على البوديوم داروا فرقه مزيانه داو بطوله لعبوا تشامبيونز ليغ لعبوا الكاف داروا انجازات كبيره حتى فاش كان المشكل المادي ودخلوا في واحد الدوامه ديال المشاكل فقدروا المسؤولين انهم يجبدوا الفلوس ويخلصوا اللعابه ويخدموا وداروا باركور مزيان ورجعوا من الطيوح كانوا طاحوا ورجعوا هذا العام هما قادوا الفريقه ها هما غادين بها. فبرافو ليهم برافو للناس ديال طنجه برافو للجمهور ديال طنجه لانه جمهور كيحب الفريق ديالو كيساندو وكيوقف معاه. وبرافو للمسؤولين لان مسؤولين ديال طنجه داروا خدمه ديالهم وداروا اللي عليهم وها هي طنجه ها هي الحمد لله رجعت للبليصه ديالها. تبارك الله عليهم. بدر حميد قال لي وهضر لينا على القضيه ديال مالونغو والتزوير والتصريح ديال السلامي والقضيه ديال الاغتصاب اللي كانت في الوزيز. هذا هو المشكل ديالنا مشكل ديالنا احنا في المغرب فاش كنناقش معك شي موضوع اللي كيخص الفرقه ديالك في العوض فاش تناقش معايا الموضوع اللي كيخص الفرقه ديالك ما كتخلي هذاك الموضوع اللي كيخص الفرقه ديالك كتمشي تناقش معايا مواضيع اخرى اللي ديال فريق اخر. والاخطر من ذلك هو انك كتكون ما عارف والو وكتخرج عينيك. دابا انت راك ما عرفت شي حاجه وكتجي كتبغي تناقش زعما راه فهمتي حصلتينا انتوما كتهضروا على الوداد هذا وناقشوا مع لافير ديال مالونغ وناقشوا لافير ديال الزوير وناقشوا التصريح السلامي وناقشوا داك الشيء ديال الاغتصاب وداك الشيء اللي كان الشريف. الا كنتي انت ما متبعش وما ضابطش الامور ديالك هذا شغلك ماشي شغلنا حنا. حتى المواضيع اللي انت دابا فرحان بها وكتقولها لينا حنا ناقشناها وهضرنا فيها وعطينا فيها اراء ودرنا فيها الديبا وانت مسكين كنتي ناعس كنتي مسافر ما كانش عندك كونيكسيون ما كنتيش ما عندنا ما نديرولك. الشيء اللي عطى الله هو هذا
وباش نعاود نزيد نزيد نخرج فيك عيني يا زعما باش تفهم. انا بغيتي تفهم. كاين الناس اللي كتشرح لهم ما كيبغيوش يفهموا. قالوا القضيه ديال الزوائر ديال مالونغو مالو تاش من زوائر واش لا حول ولا قوه الا بالله. دابا السلامي جا عندنا هنا هضرنا مالونغو قال لينا مالونغو راه ما نقدروش نبيعوه راه باقي عنده مشكل في الطاس في لف الفيف. راه الناس العالم كله عارف هاد الهضره. ما هذا هو العادي. مالونغو جا كان عنده مشكل مع مازيمبي هو كيقول لك سال العقد ديالي. مازيمبي كيقول لك لا باقي عنده عقد. الراجا سينا فيها خدا من الفيفا ورقه الخروج ديالو ما هو رياضي عطاوه للراجا باش يلعب وبقى الحكم. تحكم في هاد لافير ب 300 مليون. الناس ديال مازيمبي ما عجبهمش الحكم استنفوه في الطاس. شو بغيتي ما فهمتش ما بغيت غير نعرف شنو بغيتي ما عرفتش شنو زعما فين وريني وريني شنو كاين بغيتي تشرح لك هنا ونشرحوا لخويا زعما ما عرفتش تصريح ديال السلامي انا شرحته لك. هضروا على لافير ديال ديال التحرش اللي كانت في الرجاء ولا داك الشيء. شوف هذا الموضوع هضرنا فيه. شفت هذا الموضوع فاش كتمشي للفو داك السيد ظلموه داك السيد يمكن حيت كان مقرب من فتحي جمال وكان كيخدم وكان ولات عنده سلطه فكاين بزاف الناس اللي داروا عليه قاو حداهم معاه وبقاو مركزين معاه وداروا ليه الكومبلو باش يحيدوه من الراس. اما فاش كتجي لوفون كتمشي تشوف شنو المعطيات كتلقى بان داك السيد تظلم والناس هضروا على السمعه ديالو وداروا ليه داك الشيء ديالو هباء منثور هكاك. مي بون بحال هاد المواضيع خص الواحد يمشي فيها بعيد ويفتح فيها تحقيق ويمشي حيت هاد لافير ماشي اول افير. راه بزاف الناس اللي بغاو يديروا لهم هاد لي زافير هادو ديال التحرش وديال هذا وديال هاد تحت الحزام كيف كنقولوا. وانا عشت بعض القصص والله العظيم الى زعما كان كل واحد مشى فيها مزيان كان بزاف الناس غيتشدوا في الحبس على 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 هاد الشيء اللي كيبغيو حيت واحد خدام مزيان وحيت عنده السلطه وداك الشيء كنبغيو نحفروا ليه ونديروا ليه لي زافير ونلصقوا ليه باش نعطيوها راه داير تحرش راه داير كذا راه داير كذا. ولكن حشومه الواحد نبقاو نضربوا الناس في الاعراض ديالهم. الناس عندهم وليداتهم وعندهم عائلاتهم وبقاو حنا نهضروا في التخربيق. ان هاد الموضوع هذا خدار اهضروا عليه ولكن في لوفو السيد راه الحمد لله مع وليداته بخير عليه ما كاينش الامور. ولكن مي بون خيره فيما اختاره. وكان نفس الموضوع ولكن هذوك الناس اللي داروا هاد المواضيع ومشاو حتى للجامعه وحتى للقشع ولكن لقاو القشع راجل فاش مشى قال لهم بغيتو نمشيو بالقانون انا غنمشي معكم بالقانون وغندير وبغاو يديروا التحرش للناس وداك الشيء. في الاخر فاش مشى معاهم للمعقول لقينا بان كاع داك الشيء اللي داروه كذوب وكاع داك الشيء اللي داروه غير كومبلو باش يضروا السمعه ديال الناس. مي بون خيره فيما اختاره والله. زيد بغيتي تعرف شي حاجه اخرى اشرحها لخويا مرحبا قول لنا. احنا هضرنا على هاد المواضيع اللي قلتي انت. زيد بغينا عندك شي موضوع اخر قولوا لنا ونناقشوه معاك ما كاينش مشكل. خيره فيما اختاره والله. عبد الله من جديده. تحيه لك اخي علي العمري وتحيه للطاقم التقني ديال راديو مارس. مرحبا. غنتكلم معاك على الدفاع ولا حسيني تقادير اخي هادي لهم معك. مرحبا. بالنسبه للجديده كنقول سي مقصاي للتشبث المدرب نتمنوا يجيب شي نتيجه اليوم امام يوسف يتبرجي كنتمنوا الجديده اليوم التشبث تشبث المدرب كنتمنوا يعطينا شي نتيجه مزيانه امام يوسف يتبرجي هادي لهم معك. وكنسال سي مقصاي نقول كيفاش اونتيك اسي حصلت على الدعم من المحطه ديال الرسمي والدفاع الحسن الجليل ما حصلتش على الدعم. علاش ما حصلش على الدعم؟ تا هو خذ الدعم. كياخذوا نفس الدعم كنظن جديده بلوز او موان غيكون مي كيكونوا بحال بحال ولكن عقل هذه العمر الدفاع كتعاني من ازمه ماليه اولمبيك اسيا دابا شوف انت شوف عبد الله كاين الفرق بين كتعاني من ازمه ماليه راه تاسفي كتعاني من ازمه ماليه ولكن حيت كتعاني من ازمه ماليه صدقت ما خدتش الدعم. دابا على اساس ماذا قلتي لي ما خدتش الدعم؟ واش عندك شي معلومه صحيحه قال لك شي واحد في المكتب قال لك شي واحد من المحتضن ولا افقتي الصباع وقلتيها لي؟ واخا هادي العماري هو راه مقترض داز ديك النهار وقال كل شيء من اللي كان دنيا السيراز قال لي بان الدفاع مازال ما توصلتش للمحتضن الرسمي. ايه راه حيت كاين الازمه دابا حيت كاين الازمه وكاين المشكل وداك الشيء. مي الدفاع الحزني الجديدي راه في السنوات الاخيره كلها كتاخذ الدعم وكتاخذ فلوس ديالها. دابا راه الازمه عاد تقاد الامور وغياخذوا الدعم ديالهم.
وكنتمناو صراحه وكنتمناو السي بن شيخ اليوم يبدل لينا التشكيله يدخل لينا شي لاعبين. علاش عنده 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 في البونتوج فرقه ولعابه وما بغاش يدخلهم؟ راه داكشي اللي عطى الله راه هو هذا راه يغير ليناش غير يغير لك زعما عنده ميسي في البونتوج ورونالدو وحاطهم وما بغاش يربح. شوف الفرقه ديال الجديده هذا هو الجد ديالها هادشي اللي عطى الله هذا العام غيتقاتلوا خصوصا مع الفراق اللي لاعبين معاهم على الطيوح غيتقاتلوا معاهم سيرتو ان الجديده الحمد لله ان كاع الماتشات اللي لعباتهم مع الفراقي اللي لاعبين مع الطيوح ما خسراتهمش. هذا هو اللي مزيان عند فريق الدفاع الحسن الجدي وهذا اللي كيعطي الامان انك فاش كتلعب على الطيوح خاص الفراق اللي كتلعب معاهم على الطيوح ما يربحوكش يا تربحهم يا تعادل معاهم خارج الميدان ما في ميدان ديك خاصك تربحهم. هادشي اللي كيبشر شويه بالخير عند فريق الدفاع الحسني الجديد اما يلعب لينا يغير لينا الفرقه ويدير لينا زعما شكون عنده في بولتو شي واحد غادي يربحو ما لعبوش. شوف المستوى ديال الجديده واللعابه اللي عند جديده هذا العام هادشي اللي عطى الله السوق راه بن شيخه ما عندوش عصا سحريه غيدخل وغادي ما عرفتش غادي يدير هادشي اللي عطى الله السوق. فاش كانت عنده الفريقه مزيانه راه دا بها الكاس ولعب بها على البطوله فاش مشى للوجده كانت عنده فريقه مزيانه راه لعب على 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 البطوله فاش كان في 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 طنجه وكانت عنده فريقه مزيانه ودار انتدابات وجابوا لعابه راه لعب على البطوله ودار بوديوم. شوف هادشي اللي عطى الله السوق هو هذا. وبالنسبه لحسن التقادر اخي علي العماري كنقول رضا حقه برافو صراحه فقط مستوى صراحه برافو كنقول سي مقتاري در المدرسه احسن مدرسه يدير الحسن يتقادر هذوك من اللاعب اللي قلت المدرسه اخي علي العماري هذيك هي المدرسه بمستوى ماشي المدرسه ديالنا حنايا مؤطرين دول مستوى صراحه. اي والله يحفظك اخويا عبد الله شكرا. يوسف من كازا صباح الخير اخويا العماري صباح النور عشر مباركه بالصحه وطول العمر الله يحفظك يا حبيبي الله يحفظك تحيه رجويه لجميع الفرق الوطنيه مرحبا يوسف خويا. بغيت نتكلم على انا متفائل الحمد لله بالنسبه للوداد ولا بالنسبه للرجاء ان شاء الله دعم دعم ان شاء الله غنلعبوا السوبر يا ربي والله ما كرهنا نشوفوا هاد شوفوا هاد لا والله العظيم الحمد لله انا دابا كنشوف الوداد كاينه في عنق الزجاجه مؤخرا بهاد المقابلات ديال 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 البطوله ولكن انا متاكد ان الوداد الفيزاج ديالها غيتبدل في في, في العصبه حيت الحمد لله حتى الفرقه اللي طاحت معاها ماشي هي الوي ما عندهاش ديك الاكسبيريونس اللي عند الوداد عنده فرقه مزيانه ما خايبينش عنده فرقه مزيانه ما غيوصلوش الثق بيا اخويا العماري وان شاء الله غنعاود نعيط لك وغادي نعاود نذكرك وما كرهناش ما غيعقلوش عليهم وغيدوزو ان شاء الله وغيكون الخير ان شاء الله. وبغيت نتكلم معك اخويا عمر اللي كان ممكن على الليغا بانت لي القضيه شعلات تما بانت لي اودي خلينا في الليغا ديالنا هذوك الليغا ديالهم بوحدهم خليها تشعل ولا تطفى شغلهم هذا. بغيت نسولك اخويا عمر شتي دابا القضيه فين ولات دابا ولات اشبيليه لاعبه على البطوله ياك مزيان شت قلتي لي انا رجاوي هضرتي على الوداد وهضرتي على اشبيليه وما هضرتيش على الرجاء ما فهمتش الرجاء انا الحمد لله مطمئن عليها دابا شويه الحمد لله داك الشيء علاش ما مبرزتش مع الشعب برد طالع عليها مزيان سيدي مزيان الله يحفظك يا يوسف شكرا شكرا خويا شكرا وحشناك وبغينا ان شاء الله نشوفك ورا رمضان شي 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 برنامج من البرامج ديالك اللي كت ما عجبكش الحقيقه نبدلوها ولا شنو لا فاهم لا انا سي ما عجبانيش اخويا العماري ما قداكش 90 دقيقه ما قداني باغي تزيد لي شي 90 اخرى ولا بغيت اشواط اضافيه ولا ما يمكنش الحقيقه راه خاصك لا ايام وشهور ورا حنا غاديين كنديروا اللي في جهدنا ويكون الخير ان شاء الله الله يحفظك شكرا حبيبي يوسف شكرا ميرسي يا يوسف ميرسي اخويا ميرسي شكرا حبيبي ميرسي مبارك من يوسفيه بارك مشى بوشتا من فاس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تحيه لك الاخ عادل وتحيه لكل العاملين براديو مارس والمستمعين والمستمعات الكرام الله يحفظك خويا وتحيه لجميع الفرق المغربيه وجميع الجماهير المغربيه الله يحفظك خويا وانا كنشاطر نفس الراي ديال الاخ هذا اللي داز قبل منك وكنتمنى ان شاء الله نشوف واحد السوبر كوب اللي انتظرناه العام اللي فات وما كتبش الله كنتمنى السنه ان شاء الله تحقق لنا مسابقه ان شاء الله في افريقيا يا ربي ماشي سابقه مي نتمنوا الخير ان شاء الله نشوفوا الوداد والرجاء يلعبوا فينال ديال السوبر كوب لي مال الوداد ديال الشامبيونز ليغ والرجاء ديال الكاف ويلعبوا سوبر كوب ان شاء الله تكون سابقه سعاده كنظن معمره في المغرب في المغرب في المغرب عمرها ما وقعت وي افريقيا وقعت ما كنظنش وقعت والله ما عرفتش ما يمكن اهلي والزمالك بوتيت ما عرفت ما علينا يمكن سي عادل بغيت ندوي معاك على جوناطات الله يجازيك بخير
فيما يخص فريق الوداد ونقطة أخرى فيما يخص تسويق ديال البطولة والرياضة المغربية. مرحبا. بالنسبة لفريق الوداد فكنظن هي أزمة نتائج فقط، ليست أزمة أخرى مادية أو رياضية. في الفريق كنظن يقدم ما عليه، خصوصا المقابلة اللي دار طنجة اللي شنا في الشوط الثاني تراخي، ولكن اللي شنا الخصوم احنا ما كنشوفوش غير الوداد، الوداد ما كتلعبش بوحدها. الا شنا طنجة راه دارت احسن شوط ديالها هذا الموسم الشوط الثاني، الا شنا المحمديه راه دارت احسن مقابله ديالها ضد الوداد. فانا كنظن داك القوه اللي كانت عند الوداد، داك النتائج الايجابيه اللي كانت بدايه الموسم الاخ عاديم، هي اللي جلس اي خصم ديال سبوشتا. تقطع الخط مع سبوشتا، نمشيو عند رشيد الكازا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي عادل كي داير بخير؟ لاباس. الله يحفظك خويا. امين. الحمد لله. وحشي اخويا الله يحفظك. واخويا ونتكلم معك اخويا ان شاء الله بخصوص الوداد البيضاوي ان شاء الله. الو؟ وي تفضل تفضل. وي اخويا عادل. واخويا شنقول لك بالنسبة للفريق الوداد البيضاوي في البطولة هاد الأيامات الماتشات الأخرى مرضونا بزاف، عصبونا شي حاجة أكثر من العصاب كاع. وفي القرعة أخويا راه كنتمناو أخويا الفريق اللي طاحوا عندنا راه كما قلتي قبيلة راه ماشي سهلة، عندهم فريق مزيانين لأنهم في جروب مزيان ودازوا دوزيامة تحت الجي والزمالك ودازوا. تمناو إن شاء الله احنا كما معودين على الفرقة ديالنا دير ماتش زوين إن شاء الله، لا قليلة روتور ندوزو إن شاء الله. حنا بغينا الفينال إن شاء الله وبغينا ستوبير إن شاء الله إن شاء الله نتعاو مع الرجاء إن شاء الله. وبالنسبة لشي لعاب أخويا التراخي ولا بزاف التراخي في البطولة كيترخاو بزاف الدراري، ما عرفتش مناش قوة الماتشات ولا والتراخي وداك الشيء خص بنزرتي هو اللي يقضي فيه الغرض. وراه هو كيشوف حتى لي شونجمون ما باقي ماش كاينش شي جديد في لي شونج صاعد جوج لعابه ثلاث لعابه ديما كنشوفوهم ديما كنشوفوهم. وهذا هو الاسلوب ديال شوف هذا هو اللي هذا الاسلوب هذا هو اللي خلى الودادين يفرحوا بالنتائج ويفرحوا بالاداء ديال البنزرتي. الان مرحله فراغ والفرقه ما دارت شويه ونتمنوا ان شاء الله اللي جاي يكون مزيان ان شاء الله، نتمنوا الخير. اسماعيل من كازا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف عمر بخير؟ الله يلا الحامدين الشكر. هاني. الحمد لله. الله يبارك فيك. بغيت نهضر على الحسنية فريق ديال المصدر. مرحبا. كنقول الحسنية مزيانة مزيانة إن شاء الله، كنتمناو يزيدو يتحسنوا. وكنقول يخليو الرضا حكم راه مزيان، يخليه راه يخدم راه مزيان بحال هكا مزيان، الحسنية بعدا راه عجباتنا. ألو؟ وي مزيان. وكنقول اخويا الحسنية في واحد المشكل، هذوك اللي تيخليو هذوك اخويا ديال سميتو يعني القلعه اللي دايرين في الحسنية بحال شي قلعه ممنوع شي واحد يدخلها، كاين شي وحدين تما شي حسنية خاصها دماء جديده في التسيير، كاين شي وحدين جات من تما في التسيير ما كيبغوش يحيدوا، واش ما كاين الشباب ما كاين يعني ما كاينش اللي يعوض هاد الناس هادو. ودابا شوف هادشي كيبقى الناس خصهم يجيو للحسنية ويجيو ينخارطوا ويدخلوا وديك الساعة شوف. أنا سمعت الحسنية كاع ما كيخليو حتى واحد ينخارط. منين جبتي هاد المعلومة الجميلة جدا؟ أنا سمعت قال لك سيدي. دابا شوف خليني من سمعت هادشي ديال سمعت قالوا لي عاودوا لي كيديروا أسباب تعجيزية حتى واحد ما ينخارطش الحسنية. شوف أسي إسماعيل شوف شي هاد الهضرة هادي كاع الفراقي كنا كنسمعوا فيهم، حنا نعطيك مثال صغير ديال الوداد حلوا لنا الخيرات حلوا لنا هادي حلوا لنا لي كارت في الاخر فاش جينا بقينا واحد كنحسبوا 100 مليار 200 مليار ويجيو في الاخر فاش جينا نشوفوا تحل الخيرات شحال جا من واحد والو داك الشيء على قد الحال وداك الشيء. قال لك السيدي المهم كاين اسباب تعجيزيه ما تيخيش يعني يديروا لك شي حاجه باش ما تدخلش يعني كاين شتيني بعد يديرولك شي حاجه باش ما تدخلش عجبتي يعني شي اسباب تعجيزي يا خويا ما فهمتش انا داك الشيء. انا شوف الاخبار سمعتها منين سمعتها فين سمعتها سمعتي شي منخرطين قالوا هاد الهضره؟ اي فين هما هاد المنخرطين؟ حنا شوف الهضره دايره شوف هذا هو المشكل ديالنا اسماعيل. كان دابا جالسين في القهوه جا قال لي شي واحد زدتي دابا انت في الراديو كاينه هضره. حنا الحسنيه حنا متبعين هادي وعندنا مراسل تما حسنية
الناس متبعينهم وعارفينهم وداك الشيء كاينش الغموض. فتحوا باب الترشيحات جاوا 10 ولا 5 ولا 20 واحد كاين والو. الهضره سهله تعجيزيه وما خلاوناش ودار وزيد سيدي وما يخرج خرج للصحافه وتهضر باش نعرفوا بان هاد الناس ما باش نجلسوا في قهوه ونقولوا والله الا ما خلاوناش. حتى ما مشيتيش سير بعدا ودير الدوسي وحط داك الشيء ومن ديك الساعه نشوفوا واش غيقبلوك ولا ما غيقبلوش ولا يديروا لك تعجيزي. حنا جوست كما تنوض الناس ديال التعجيزي راه ما شناش. اون بليس هذا المكتب اللي انت كتهضر عليه الشباب راه كله شباب ما فهمتش زعما راه مكتب شباب. وهذا المكتب اللي كتهضر عليه هو اللي خلاك انت تكون فرحان دابا بالحسنيه. وهذا المكتب هذا اللي فيه سيدينو راه هو اللي خلى الحسنيه تولي من احسن الفرق في المغرب. هذا المكتب هذا هو اللي لعب دومي فينال ديال الكاف، هو اللي لعب فينال ديال كاس العرش، هو اللي لعب على البطوله، هو اللي دار بوديوم، هو اللي جاب اللعابه بشويه وباعهم بالفلوس. هذا المكتب هذا راه هذا الشيء اللي دار في هذه الفتره هذه راه ما دارش في تاريخ الحسنيه. الا حيدنا ابو القاسم والفوز ديالو بجوج بطولات في الـ في الـ في الاوائل ديال الالفينات، فهذا المكتب هذا ديال السي سيدينو راه من احسن المكاتب اللي دازت في تاريخ الحسنيه. وفيه لي جون ما بانوش لك هذاك لي جون. ودابا هذا المكتب هذا اللي باغي يدير مركز تكوين وخدا ليه ارض قد قداش وباغي يصايب الفرقه وباغي يدير التكوين وباغي يصايب مركز كبير وكيلعب على الالقاب ودار فريقه مزيانه فعاد فاش تشكرو وتهضر عليه مزيان بغيتي تحيدو كاع بغيتي تسد عليه الباب. والمهم خير فيما اختاره الله. حنا باقيين معكم السماك ناخذ فاصل بعد هو نواصل. كاين تران وكاين البراق، كاين الكلاس وكاين الهاي كلاس، كاين الوقود وكاين وين بروتكت بلس ديال وينكسو اللي هادي مده وانتم كتشوفوا الفعاليه ديالو. وكما العاده وين بروتكت بلس بنفس ثمن الوقود العادي عكس جميع الشركات، لان عند وينكسو كل مغربيه ومغربي عندهم الحق في الجوده العاليه وبالرخاء. وين بروتكت بلس كيحمي الموتور حمايه شامله وكيعطي فعاليه فائقه لا مقارنه مع الديزل اللي كيكون زيد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا والتوب تكنولوجيا ودكشي. بلا ما نزيدو في الكلام، مع وين بروتكت بلس راك غتلاحظ الفرق بنفسك من الاستعمال الاول. ملي وينكسو كتبتكر هذاك نيفو اخر. وينكسو شركه مغربيه بالجوده والرخاء تهلا فيك وفيا. الدور 14 من بطوله احترافيه القسم الوطني الاول مباشره على راديو مارس اولمبيك اسفي غادي يستقبل الجيش الملكي نهار السبت مع 10 ديال الليل في ملعب مسيره باسفي. اولمبيك اسفي الجيش الملكي مباشره على راديو مارس. راديو مارس يتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. رجعنا معكم مستمعي الكرام دائما في راديو مارس. قراو غير بعض لي اس ام اس ديال المستمعين الاوفياء ديالنا. معك خالد الرجاوي خويا عادل. الرجاء هذا العام راه غادا مزيان، مدرب عاد بانت البصمه ديالو، نتمنوا ان شاء الله نمشيو بعيد حتى القرعه كانت مزيانه. اللهم ان هذا منكر خويا عادل، كيفاش يبدلوا لنا التيران؟ كاينه شي قضيه في القضيه، كاينين جوج قضيات في القضيه. قال لك اسيدي الزوير السي عادل وانا ودادي وكنقولها لك، الزوير راه كاين في الوثيقه ديال 10 لقاءات دوليه ديال مالونغو وفابريس نكوما ماشي في العقد. دابا انت بان لك غير مالونغو ونكوما هما اللي بانوا لك. واخ انا نمشي معاك بعيد، انت قلتي ودادي واخ. كباكبو العام اللي فات كانت عنده 10 الماتشات وكازادي كانت عنده. كباكبو فايت شتي انت مع كوت ديفوار وكي ماركي وكي عنده كازادي عنده كومارا عنده هاد اللعابه اللي كاينين في البطوله عندهم. الا استثنيتي اللعابه ديال بركان واللعابه ديال جديده بلوز او موان جديده وبركان اللي كنشوفوهم مع المنتخبات ديالهم 90% ديال اللعابه ديال البطوله جايبين ورقه ديال الله وداك الشيء ديالهم بيناتهم. فين كاين المشكل؟ على غير 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 مالونغو اللي بان لك عنده جراد 90% ديال اللعابه في البطوله كيجيبوا ورقه. الجامعه مشغولاش كتجيب لها الورقه كتدخل انت كفريق الا بغيتي تمشي سير قلب وجيب وداك الشيء وجي حل هذا المشكل. حيت الا دخلنا في هاد 10 الماتشات وشفنا الوراق غنلقاو بان 90% ديال اللعابه ما عندهمش الا من رحم ربي. يمكن اللعابه ديال
ديال بركان محترفين كنشوفوهم مع المنتخبات ديالهم كاينين لعابه ديال جديده حتى هما لا مع موريتانيا لا مع تنزانيا فاش كان صوفا وداك الشيء عنده ما كاينين شي لعابه وتوش ما داروش في المنتخب ديالهم وكيجي هذا الشيء اللي عطى لو كنظن بان هاد القضيه تاع حصلت المقابلات ولات متجاوزه دابا اللي بغى يجيب شي لعاب مزيان يجيبو صافي سالينا صافي الا بغينا نعطيك انا اللعابه اللي دازوا لا في الراجا ولا في الوداد ولا في كاع الفراقي نقول لك شكون فيهم اللي عنده 10 واش كاطره كانوا عنده 10 المنتخب خلينا الله يرحم لك الوالدين بقاوش تحسن نحسبوا هاد الحسابات الخاويه قال قانون 10 المقابلات كيجيب لك ورقه في الدوسي وكيديرها هذاك كينطانا بن تشتي انت مع الارجنتين كيسونطري ليه ميسي وكيضرب السيتوات وداك الشيء ولعب بلاص اكويرو صافي عشرات الماتشات كيجيبوا الوريقه وكيدخلوها وسال الفيلم هادشي اللي عطى الله السوق هو هذا مي بقاوش نحسبوا الحساب علينا ولا حساب غير ليهم لينا لا ديالي ديالي ديالك ديالو مالونكم الاحسن لي زافون سونتر اللي كاينين في لافريك دابا الى يجي يلعب في الرجاء ان بلوس لكره القدم الوطني وان بلوس للبطوله غران جوار جا البطوله كان كيلعب فريق كبير جا البطوله نحيدوه من البطوله حنا حيت ما عندوش 10 المات كان عنده 7 ولا 8 كملهم دابا راه ولاو عنده 13 ولا 14 ولا لا هو لا نقوم صافي هادشي اللي عطى الله راه هو احمد من فاس قطع حميد من الرباط حميد الو اهلا وسهلا اهلا سي عادي بخير لاباس الله يحفظك خويا عندي عليك واحد العصابه الا قبل مرحبا على الراس والعين الله انا نسكت ونخليك تهضر تتسال ايوا فوالا انا ذاك النهار كنت دويت معاك على النادي المكناسي حنا كجمهور نديرو 5000 درهم نعاونو الفريق ماشي النادي المكناسي واقف عليا انت قمعتيني كتقول لي واش النادي المكناسي واقف عليك انا قلت لك هي كجمهور اقترحت عند الناس اللي كنعرف نديرو 5000 درهم كان داك الساعه الفريق ازمه في الاخر ديال الموسم اللي داز وانت قمعتيني واش النادي المكناسي واقف عليك هذا ماشي نقدر نجاوبك جاوبني انت شوف اولا انت هضرتي معنا المره الاولى في اسبوع الاولاني وخلي ودابا انت شوف سي حميد سي حميد نعم دابا انايا قلتي لي عندي عتاب خليتك تساليتي ما قاطعتك ياك نعم خليني نجاوبك نعم مرحبا شوف انت سي حميد دزتي المره الاولى وهضرتي على واحد الموضوع على النادي المكناسي داروا ليه فعلوا ليه في البرنوصي وداكشي جيتي الاسبوع اللي من بعد عاودتي لينا ديكاليتينا باسبوع عاودتي لنا نفس الموضوع شويه قلتي الاسئله الناس في المكناس هذا انا نعطيهم 5000 درهم من عندي أنا شوف ارجع للتسجيل شوف استاذ سي حميد سي حميد قلتي انا قلتيش حنا كجمهور الا انتم كجمهور هادشي اسمعني نقول لك السي عبد الحميد هادشي الا بغيتي ديرو هادشي الا بغيتي ديرو سير ديرو ما تجيش تقولوا في الراديوات سير جمع الناس في مكناس وقول لهم اجي نتعاونوا واخا الناس في مكناس دابا ما عندهمش مشكل مادي العراقي ما قلتهاش كان على لا شوف العراقي دابا خليني نجاوبك الله يرحم لك الوالدين امين السي العراقي دابا ما كيقولش كان عندي مشكل مادي عندهم في الناس ماديا قادين امور واش هادي العام اللي فات ود العام سمعتي مكناس عندها مشكل مادي لا ايوا هذاك الشيء اللي قلت لك انا راه لا قلت لك لا واش تعاونهم سير جمع الناس نتوما وداك الشيء وجمعهم وسير عندهم ودير داك الشيء الخير بينك وبينهم تجي تقول لنا حنا انا نعاون النادي المكناسي واش النادي المكناسي واقف على 5000 درهم ديالك ولا هذا العراقي اللي جا رئيس المكتب اللي مالك يجبدوا واقفين على 5000 درهم ديالك ما واقفينش عليها بخير عليهم ما عندهمش مشكل مادي الناس قادين الغرض ولكن انت تجي عندي سيمانه قبل عاودتي لي نفس الفيلم سيمانه اخرى عاودتي لي نفس الفيلم واش كوبيكولي واش انا حنا باغيين نزيدو قدام نرجع معاك انا اللور قناه تعاود ليا ونرجع معاك سيمانه وتقول لي هذيك السيمانه قلت لك الناس المكناس لعبوا من بعد هذاك الماتش وربحوا جوج ماتشات والناس غاده بغيتي اخويا تعطيهم 5000 درهم انا نقول لك راه ما واقفينش على 5000 درهم نعاود نقول لك انا ما قمعتكش انا كنقول لك الواقع اللي كيبغي يدير الخير كيبغي يجمع الفلوس لفرقته بعدا تشوفوا فرقته واش محتاجه ليها واحد ثاني حاجه سير اخويا جمع ودير الخير ما تعطيش النادي باش تعطي الناس اللي محتاجين رمضان العواشر هذه سير عطي الناس اللي محتاجين والناس اللي واقفين والناس اللي ما عندهمش ما ياكلوا والناس اللي محتاجين الفلوس ما الناس في مكناس دابا راه ما محتاج مكناس راه ما ديال حتى واحد مكناس راه ديال الناس اللي فيها دابا
جايبين الفلوس وخدامين وبخير عليهم. راه كاينين بزاف الناس اللي محتاجين لهاد الفلوس حتى اللي بغات تعطي. الناس في مكناس محتاجه وهذا سير دير واحد هذا وكفيفات وعاون الناس وداكشي. اما دابا هاد العراقي ولا الناس اللي معاه ما محتاجينش 5000 درهم ديالك ولا ديال هادوك الناس اللي باغيين يجمعوا. لا بغيتو تجمعوا جمعوا الناس اللي محتاجين ولا الناس اللي واقفين ولا ديروا الخير ديروا الخير العواشر هاد. اما مكناس ما ديروش فيها الخير عطيوها كلمه طيبه حيت ما محتاجاش لهاد الفلوس. دابا كانت محتاجه للفلوس ولكن جا هاد المكتب ناس خدامه جبدات الفلوس خسرات الفلوس غاده بخير. خصهم النتائج دابا وخصهم الدعم باش ان شاء الله النادي المكناسي لو مينيموم ترجع بعدا للدوزيام ديفيز. ما هاد الهضره قمعتيني وهاد الهضره حتى انت راه كدوز معنا في الراديو كتبقى تقول 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 وعمر شي واحد ما حبسك ولا قال لك شي حاجه. بانت لك غير هاد 5000 درهم. المهم خير وفيما اختاره ولا عبد المغيث من كازا. السلام اخويا عادل. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يطولنا في عمرك بعدا. الله يحفظك. تبارك الله على خويا هادشي اللي غنقول بعد. الله يحفظك خويا عادل. بغيت اول حاجه قبل ما نبدا نهضر معك على الفريق ديالي فريق الوداد البيضاوي بغيت بعدا كاين عندك ما تحكي تهضر 90 دقيقه حققت 90 دقيقه وتهضرتي على المشكل ديال المؤذن وقلتي كاين من غير المشكل ديال المؤذن كاين بعض اللاعبين وهذا بالحرف واحد انا ديما حاضي معاك قلتي بعض اللاعبين مع طور التقنيه ولكن ما بغيتش تدخل التفاصيل باش ما تشوش على الوداد ولا كذا. حنا كجمهور بغيت نعرف من عندك اخويا عادل بعدا ديال النقطه الاولى في من غير المدن واش كاين شي مشكل اخر ديال اللاعبين. دابا شوف انت قلتي لي شوف انا نمشي معك انت دابا قلتي لي انا راه مركز في الهضره فانا والله الا كنطير في هادشي ديال التركيز ديال الهضره. قلتي لي انت قلتي بعض اللاعبين ما بغيتيش تشوش على الوداد ياك ودابا وانت تقول لي اقول لي شكون بهذا العيد انت بغيتيني نشوش على الوداد ياك. لا باش نشوف بغيت نعرف اخويا دابا انت حسبتيها في الاول ما بغيتش نشوش وشويه بغيتيني نقول وليتي بغيتيني نشوش باش انا فاش تقول تخرج تقول يا العمر كيشوش علينا وكيدير لينا التشويش. لا سعاد والله حتى كنتيقبك والله من حسن نيه هضرت معاك بحال طما ماشي عندي سعاده ولا شوف شوف غنقول لك لان كنت نطلق وقلتي ما بغيتيش تتشوش بالدرجه قلتي وصافي شوف انا نقول لك انا شوف انا بقيت ديما كنبحث في الفيسبوك داكشي ما بقيتش حتى خويا مع راسك بحث ليا مع راسك وخذي الغرام انا بعد مني بعد مني بعد فرقني اعطيني اتساع فرق لي عبد المغيث اعطيني اش بغيتي في هذا الصباح هذا اش بغيتي. هو اسمعني ماشي مش نهضر معك على الفريق ديالي انا ماشي. هضر اسيدي هضر على الفريق ديالكم ما تشوش عليه. لا ما كنشوش ولكن لا كان شي حاجه خصنا نعرفوها وخصنا نعرفوا في مشات الامور اش دار الرئيس لان هاد المشاكل كتوقع كاع في الفراطي ماشي طويلين هاد الصفحه ديال المدن. انت شوف شوف عبد المغيث شوف شوف في الوداد كاينين جوج ديال لي زافير اللي في الوداد جوج ماشي بزاف. كاين هاد لافير ديال مد الله يهديه ما عرفتش مالو مد ما عرفتش علاش دار هادشي ما عرفتش. المهم وكاين لافير ديال سكوما زعما ما كاينش بزاف ديال لي زافير في الوداد بحال دابا انا من الصباح كيصيفطوا ليا عادي بات سكوما خرج البارح وهضر عليك بات سكوما. انا السؤال سكوما عنده 34 عام علاش غيخرج باه يهضر عليه ما فهمتش انا واش سكوما دري صغير يهضر عليه باه ما فهمتش. دابا سكوما تسيم مع فريق الوداد البيضاوي قال لك بسيدي باه خرج هضر عليه وقال لنا بانك انت كتهضر على ولدي وانا ما وانت ما عارش وانا من اللي انا ما عارش وخرج لنا ولدك اللي عنده 34 عام راه ماجور فاكسيني راه كبير يخرج يهضر على راسه ليش خلانا كاع نهضروا حنا ما عارفينش يلاه في الاصل. ودابا واش دابا بيناتنا انا وياك شوف لعاب كبير كيخرج بواه ولا كيخرج خوه ولا واش كل اللي داير شكون اللي داير العقد مع الوداد واش سكوما ولا بواه؟ انا بالنسبه لي سكوما ما فهمتش انا ما كنتوش تفلى علينا لان سكوما تعطاو فرص كثيره وحتى شي مدرب حتى شي مدرب ما اقتنع عليه لانه هو ما غاديش ما صافيش لان في ايامات زاكي جميع المدربين لقاو مع المشاكل ما يمكنش سكوما ديما مظلوم وبسبب الوداد راه الكرادي او الطريقه باش جابوا الفتح بسبب انه عرفوا لعاب ديال الوداد انه ما كانش معروف في الخميسه قال لهم الدري راه في الكونتو قال لهم لعب في الوداد سميت الوداد جابوا وعطوه بان السيد راه انه عبد المغيث ضيعتنا الوقت بزاف كنهضروا في التخربيق. لا باش طولتي معايا ورجعتي معايا للزاكي ورجعتي معايا حنا غنهضروا على شي واحد اللي جا دابا انت تهضر معايا على تهضر معاك انا على سكوما ونخلي انايا اللعاب اللي دابا في الوداد وكيلعبوا مضاربين ومقاتلين على بلاصه صافي سكوما. لا حيت السي عادل سكوما انتوما شوف عبد المغيث انتوما الجمهور ديال الوداد انتوما اللي درتوا الضغط وانتوما اللي خرجتوا كتغوتوا انتوما اللي بغيتوا سكوما سكوما جا تبدل قلنا راه تبدل ايوا الخير وفي مقت تبدل. با خرج قال لك اسيدي با خرج
مع هو باقي صغير ما يعرفش يهضر خرج باه باش يهضر عليه. ماشي مشكل ومن خير في المختار المدرب كما قلت السي عادل تيدلي عليه ولكن او ميم طون بالنسبه ليا كيبان ليا كما قلتي واحد الكلمه متناقضه تيدلي عليه ما كيديرش ليه عليه شوف شوف حباس حباس عبد المغيث حباس معايا حباس علاش حباس معايا شتي والله العظيم ونجيبو فرويد نجيبو فرويد نقولو ليه هاد الجمل اللي قلتي حتى والله ما يجرح علينا شوف هو اسمعني 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 عبد المغيث اسمعني غنقطع عليك عبد المغيث اسمعني لا 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 واسمعني باش نقطع عليك على خاطري اسمعني لا لا اسمعني غنقطع عليك وانت فرحان اسمعني اسمعني لا لا ما كتعرف فرويد ولا ما كتعرفوش وابو ام نسمعوا نعرفوا من ماشي مؤرخ اشوف ماشي مشكل دخل كليك على فريد غيقول لك الا جيتي قلتي كيدير لي عليه وما كيديرش لي عليه الا خدينا هذه الجمله هذه كل 20 سطور ونقول لك علاش قلت الجمله وسمعني قول لي علاش قلتي لي هذه الجمله كيدير عليه كما قلتي كيوصل البوطو اللعابه هذه البيوت كاع اللي جاوا دي بوط انديفيديال ديال اللعابه ما عليه هو بهم فوال ولكن انا في كنلومو باختيارات مثلا في دقيقه مثلا 70 تيبان لك هذاك الكرسي ما كيتحركش وما كيديرش شونجمون تما فين كنقول انا ما دارش ليه عليه نزيد لعب ندخل لي انا مترجي دقيقه 86 88 تما فين كنقول ما دارش ليه انا من ناحيه اللعب راه في الاول دار ولكن من ناحيه لي شونجمون شوف دابا عجبتيني قلتي لي دابا عجبتيني دابا نحيدو فرويد صافي نحيدو فرويد صافي بلاش ما نحيدو عنده مشكل في التغييرات كاين انا متفق معك السي عبد المغيث وتيقول لك هو الوداد ماشي حقل تجارب هو كيدير حقل تجارب وبالنسبه لذاك البيت اللي جا كونطا المحمدي هو اللي دار حقل تجارب دخلنا رحيم اريال دروه وبالعكس هو اللي دار حقل تجارب الوداد ماشي حقل تجارب هو دير حقل تجارب ديفونسور ديرو اريال دروه هو اللي عطى البيت هو الخير فيما اختاره والله عبد المغيث دابا نقطع لك ياك سير بعد مني عبد المغيث الله يرحم لك الوالدي عبدو بن كازو السلام عليكم. وعليكم الله تعالى بارك الله فيك اخويا احفظك بيت غير الله يرضى عليك نهضر على واحد النقطه يمكن توعد ما هضر عليها مع ان ندير خلق البوليميك بزاف هي واحد القضيه اللي انا قلت لي لواحد السيد دابا قلت لي ما تهضرش لي انا على مالانغو عندو 10 شكون اللي ما عندوش 10 شكون اللي عندو كاع هاد اللعابه اللي جاو للمغرب واش عندو واش كازادي وداك الشيء علاش انا قلت لي انت بغيتي تهضر على قبل فرقه اخرى وصل ولكن انا بغيت نقول لك انا واحد القضيه شوف انا نقول لك واحد القضيه السي عبدو اسمعني نقول لك اسمعني اسمعني نعم انت بغيتي تناقش معايا واحد الموضوع اللي انا ما ديروش النقاش ها واحد خليني نقول لك عافاك عافاك عبدو عبدو اه عبدو هذا المشكل ديالنا احنا شناهو والمشكل ديالنا كنخليو نناقشوا الافكار باش نزيدوا لقدام ونناقشوا الحاضر ونناقشوا وكنبقاو حاضرين انت قلتي ولا اخر جاوبك ولا انا غادي نقول اش باغي تشرح لي دابا شنو باغي تشرح لي اشرح لي هذا الموضوع ديال مالونغو ولا الموضوع ديال كازادي هذا موضوع ميت ساليناه ما بغيتش على مالونغو وانا بغيت نقول لك غير انك بغيتي تقول انت واحد مخلي فرقته وكيهضر على فرقه اخرى راه هذا هو اللي كيحمق هذا هو البرانسيبيات ولكن انا رايك انت بنت خمسه ديال الجمعيات ديال 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 الرجاء اللي كتقول لك انا مساند الرجاء ياك وخارجه كتقول لك انا بغى نساند لاعب سوسوكو اش دار لك في هذه خارجين علاش واش همايا واش ضابطه قضائيه واش جمعيه حقوقيه انا بغيت غير نعرف هاد الناس هادو مخلين باغيين يساندوا لعاب ما كيعرفوش كاع ومخلي اللعاب اللي دوز واخا نسولك واحد السؤال قبل ما نكمل دوز سنين ومدير فراشه في درب عمر هو دريس عشا واخا واخا شوف 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 سي عبدو سي عبدو سي عبدو ما تبقاش تجبد لي الاسماء ديال الناس وتهضر في في الحياه ديالهم الشخصيه وانت ما عندكش لو دغوا ما تجبدش الناس الله يحفظكم ما تسميهمش لا داير في الراشه ما دايرش الهضره خاويه ما تسمحش هذا ما شوف السي عبدو السي عبدو ما شوف السي عبدو والدافع وانت مالك دابا انت كتنتقدهم وخليني نجاوبك اسمعني 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 انا نجاوبك دابا انت كتنتقد هاد الجمعيات ياك كتنتقدهم انهم في العوض فاش يديوها في شغلهم ويديوها في الناس اللي تابعين لفرقتهم مشاو كيباغيين يساندوا واحد اخر اللي ما تابعش لفرقته مزيان مزيان انت دابا انتقدتهم انهم ما دخلوش سوق راسهم وانت دابا كتهضر عليهم دخل سوق راسك انت خليهم يديروا اللي بغاو شوف استاذي المحترم السي عبدو دابا نسولك سؤال نسولك سؤال نسولك سؤال وخليني نسولك وخليني غنسولك نسولك وخليني نسولك
غنسولك غنسولك واحد السؤال. ها هما دابا ساندو وقالوا هاد الهضره ومن بعد زيد اش غيوقع؟ غتوقع شي عزا ياك هما ما عندهم حتى شي صيفه، ما عندهم حتى شي بغا يساندو بغاو يضامنوا معاه. الله يسهل عليهم شغلهم هذاك. انت مالك عرضوا الصحابي كيسولوا وكيقول لي علاش، ما تقولنا علاش، كيقول لي لا كيبقى يروغ فيه. شوف السي عبدو عندك غايه في النفس يعقوب. شوف انت الناصري مرضك 20 عام اوزال السي عبدو. السي عبدو شوف شوف السي عبدو انت عرفتي اش غادي دير؟ انت ساند الفرقه ديالك وعاون الفرقه ديالك ودعم الفرقه ديالك وما تسوق لتا شي واحد. احسن يدخل شي صفوقات راه خاصني نلحق ميساج باش انه يدخل سوق راسه ويمشي يساهم في فرقته. فرقته عندها ازمه يسانده. شوف السي عبدو السي عبدو الودادي يساند اللي يساند الفرقه ديالو، الرجاوي يساند الفرقه ديالو ياك، و اللي بغى يدخل راسه في الشبوقات ويدخل راسه شي حوايج اللي ما لهاش هذا هو العادي. انت كتدق على هذا والاخر كيدق عليك، وانت كتهضر على هذا والاخر كيهضر عليك. ولكن واش الناصيري محتاج شي واحد يساند ولا يقف مع الناصيري؟ راه قاد بشغاله. واش الناصيري غادي يتسنى شي واحد يعاونو ولا يقف؟ الناصيري قاد بشغله عنده داك الشيء ديالو. راه خرج ناس معنا قال لك اسيدي انا نهار اللي نوقف على شي واحد ولا نهار اللي نقول شي واحد اعطيني ولا مد ليا ديك الساعه اجي تحاسبوا معايا انا قاد بشغلي. الوداد البيضاوي انت فرقتك ساند فرقتك وعاون فرقتك وعود ضارب على فرقتك، لكن هادوك مشاو قالوا خويا سير عندهم عند الصحافي اللي دوزهم وهضر معاهم وناقش معاه هو. حنا هنا ما عندناش هذا الموضوع وما ناقشناش وما بغيناش نهضروا عليه. ساند اخويا فرقتك، حتى واحد ما قال لك ما تسانداش، ولكن كل واحد الى هذاك السيد عجاب هذوك الناس وذوك الجمعيات وناقش معاهم وكيسولهم وسير عيط عليه وقول له اجي انت هادو كتقول لهم وهذا وشغلكم انتوما وهذا وناقش. ولاش كتجي عندي انا كتناقش معايا شي حاجه اللي ما عندي حتى علاقه بها انا؟ ما لا من بعيد ولا واش انا غادي نقول للناس ما تدعموش؟ غنقول للناس ما توقفوش معاه ما تساندوش. اللي بغى يساند شي واحد الله يسهل عليه، اللي بغى يوقف مع شي واحد الله يسهل عليه، ولكن انت داكشي اللي داكشي اللي انت بغيتي تحرموا على الناس ما تحلوش. انت باغي تدافع على فرقتك، كتدافع على فرقتك بالطريقه والاسلوب ديالك. حتى هما راه بالنسبه لهم هذا دفاع على فرقتهم بالطريقه والاسلوب ديالهم. اللي بغى يدير شي حاجه الله يسهل عليه. غير حنا فاش نناقشوا هنا كنناقشوا المعقول، نناقشوا الافكار، نناقشوا شنو واقع عندنا، ماشي انا تجي تجيب لي فكره ولا تجيب لي حاجه من عند واحد اخر وبغيت ناقشها عندي انا بحال انا اللي دايرها. سير اخويا عيط ليه هو وقول له علاش السي الصحافي جبتي هادو هضرتي معاهم درتي معاهم وقلتي لهم. واخا اخويا الله يحفظك عبدو، عبدو سخفتينا يا عبدو والله الا سخفتينا وحنا صايمين ويلا الجوج هادي ضيعت معك الطاقه والجهد. عبد الطايف من اكادير. الو اخويا. صباح الخير سي عادل. صباح النور. خويا الله يعطيك الستر، بغيت غير واحد التوضيح بالنسبه للدي ا ان شاء الله لا ديفيزيون. انا بغي واحد القضيه بغي نناقشها ولا نبغي نقولها. الله يرحم ليكم الوالد سيد ريش عشا اون بليس، باش حيت السيد جبد دريس عشا وخشاه في الموضوع ما عرفتش بغاش بينه وبين حيت دريس عشا. السيد الله يعمرها دار كرون مسيو كرون كويري، واحد من الناس المحترمه. نطلب منه المسامحه انا بلاصه عبدو اللي بغى يخشي في هاد لافير هكاك هباء المنثور. السيد كنقدموا ليه كامل الاحترام كرون مسيو انا جو كوني دو بخي. الحمد لله ما محتاج لتا شي واحد، عايش بخير عليه، امور واضحه. يمكن هذا عبدو فاق الصباح بان ليه شي عشا اخر في شي بلاصه اخرى وهضر عليه. ما دريش عشا ديال الراجا حنا كنعرفوه، السيد عنده لا فامي ديالو والناس اللي معاه كنعرفوهم. كرون مسيو تحيه كبيره للسي عشا، واحد من الكويريا الكبار ومن الفنانة الكبار. كان بعض كانوا كيضربوا به، واش تا هو دريس عشا كيتعطى به المثال كاع. تحيه كبيره ومره اخرى الله يرحم ليكم والدي. ما تجيش تقول لي انا شي موضوع وتبقى تخشي لي عباد الله وتبقى تهضر ودير احكام قيمه على الناس وتخشي لي شي وحدين ودير لي. احنا هاد الهضره كاع اللي قالت انا كنطلب المسامحه من السيد لانه قال الهضره وفاتها وقالها وزاد. ومن بعد وليداته وعائلته لا فامي ديالو خويا علاش هضرتي، علاش هضر على بو ولا هضر على عمي ولا هضر على. الله يرحم ليكم الوالدين. اللي بغى يهضر يهضر على راسه ولا يهضر على فرقته ولا بغى يناقش فرقه اخرى ما كاينش مشكل، ناقشوا مع فرقه اخرى. اي بعد من الاسماء ديال الناس ومن من من الكرامه ديال الناس ومن ومن الشخصيه ديال الناس. بقاو في اتساع باش كل واحد ياخذ الحق ديالو. تحيه كبيره السيد دريس عسام اللي تجبد
كرون كويري وكرون فنان. واخا سيدي احمد ولا محمد من الرباط؟ محمد من الرباط. مرحبا. والله العظيم الا غنهضر معك واحد الموضوع عمر شي واحد ما هضر معك فيه. مرحبا. انت ما خصكش تبقى صحافي، خصك تولي تدافع عنا في البرلمان. كاع الخير وفيما اختاره صبرا جميلا. والله العظيم بالله الا ملي كنتصلتك تقريبا انا عندي 74 عام. الله يخلي لك. كنتصلتك ما كاينش كلمه عندك خايبه. الحمد لله الحمد لله. وحده ولا الدار عندها على القهوه كيقولوا واش هضر اليوم الخير وفيما اختاره الله، سميناك الخير وفيما اختاره الله. صبرا جميلا صبرا جميلا. زويده. الله يحفظك يا سيدي محمد، الله يطول الله لك عمرك. اسمح لي راني كنهضر معك باللوفون ديالي. الله يحفظك والله العظيم الا صافي شوكور. الله يحفظك يا حبيبي صافي بليزير. خصك ترشح وانتخبوا عليك اخو. لا انا بعيد شويه على السياسه من ماشي ديالي. والله هذا اخو كتعرف تدافع 100%. ودي السياسه عندها مواليها واخا انا شويه ما بعيد على. ما عندهاش من سياسه والله يكون انت شي دوماج. دوماج والله الا دوماج السي محمد. كتهضر كدافع واصبر اي واحد كدافع على الحق كتقول كلام زوين. راه شوف السي محمد راه انا نقول واحد القضيه، انا راه يمكن بحال مرات كنشوفوني كنهضر وداك الشيء راه نقدر نكون بعض المرات غالط راه ما كاينش زعما. لا 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 ولكن راه الواحد هذا الشيء اللي عطى الله السوق انا اللي جاي كاينه في قلبي كنقولها زعما ما باغي ديال الله. الدنيا مزيان وراجوي من اتر زيد. مرحبا. من 47 تزادت في 49 إيه؟ انا ديك الساعه فايتها بعامين. انت اكبر من راجا بعامين. انا فيك كبر من راجا بعامين. مرحبا مرحبا. وراجاوي بير بير وبيضاوي بير. مرحبا. وانت بيضاوي انت 100% بيضاوي على حضرتك. انا عشت في كازا وكبرت في كازا وحياتي كلها في كازا ولكن الاصل من بجعد. بجعد 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 الاصل من بجعد ولكن انا ولد درب التور ولد تويسعة استاذ فيليب. استاذ فيليب حمد الله الاصل بن احمد والوالد ديالي كان بوريس الله يرحمه جا للدار البيضاء كان كيديبلاصا في الدار البيضاء كبرنا في حي الفراح ودار ميلا وسقف صراحه. مرحبا مرحبا سي محمد. وما عمرني في حياتي تلاقي صلت في شي اذاعات ولا شي حاجه ولقيت بحال سير عمر. الله يرحم لك الوالدين. سير انا بغيتك تبقى الفوق الفوق. الله يرحم لك الوالدين. الله يجازيك بالخير على هذا الكلمه طيب. هذا هو راس المال وهذا الكلمه هذه وهذا الشهاده ماشي مجامله. الله يحفظك. راه غادي نتصر راه غادي نتصر خليني عليك الليل الصباح هذا. لا 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 ساليت لي الاخوان نزورك ترافو. الله يحفظك الله يحفظك. شابو لشي عمري. الله يحفظك السي محمد. شكرا حبيبي والله يرحم لك الوالدين وشكرا يخلي لك صحيحتك ووليداتك يا ربي امين. الحسن اكادير. الحسن عمر من كازا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تعادل كي داير؟ الله يحفظك يا حبيبي. لاباس عليك؟ الحمد لله. معك عمر من كازا ملموجه. ملموجه؟ اه. حاضر مواج لا تعواج؟ لا لا هضرت معاك قلت لك كنت انا اللي كنت قلت لك كطلع على الموجه. اييه. كنت زرتي كيطلع على الموجه. كيطلع على الموجه كاينه كاينه. كي داير بخير؟ الله يحفظك يا ملموجه الله يحفظك. انت والموجه ديالك مرحبا. شاط تقطع الخط واخا داكور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. راديو مارس. اياه انت معنا مباشرة. معايا السيد العماري. اياه سمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك خويا. عيت اخويا بغيت ندوي على الوداد البيضاوي. تفضل. دونك انا بالنسبة لي المشكل في الميليو تيران الوداد البيضاوي سنين هذه فيما غتلعب ان ريكيبيراتور غادا تسوفري في الماتش. تقطع الخط كنظن بان طارق كيقول لي الوقت سالا ياك سالينا. شكرا مستمعي الكرام تحيه كبيره لكم.